يا ذكي، صباح الخير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا مصطفى، وكل سنة وانت طيب وكل المصريين بخير. كل سنة طيبة بسنت، وكل سنة وكلنا كمصريين طيبين. النهاردة مصر بتحتفل بعيد القيامة المجيد، كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، كل سنة وإخواتنا الأقباط دايما بألف خير. ربنا دايما يديم علينا نعمة الترابط والمحبة والأمن، أهم حاجة دايما نسيج الوطن المصري نسيج واحد، محدش دخل بينا إلا وكان خسران من سنة 1919 لغاية 2011. النسيج واحد، المصريين شعب واحد، عمرنا ما كنا شعب متنافر، طول عمرنا شعب إيد واحدة. ربنا يديم علينا أيضا أيام البركة والأعياد، ويمكن وجود العيد ده ويمكن من قبليه بأسابيع كان عيد الفطر، وبعديه بكرة عيد شم النسيم اللي هو عيد المصريين كلها. أعتقد إن دي برضو جملة مفهومة بتؤكد معاني كتيرة جدا. أنا عايزة أقول لك يا مصطفى إنك لو دخلت على السوشيال ميديا هتلاقي إن كل المصريين عامة مسافرين أو واخدين أجازة أو مأجزين أو بيحتفلوا حتى مع بعض. يمكن أنا شفت ده عند ناس كتيرة على السوشيال ميديا عندي، إنه مسلمين ومسيحيين بيفطروا مع بعض، لأن إمبارح كان فطار إخواتنا المسيحيين، وطبعا السفرة كانت حاجة يعني ما فيش اجمل من كده. انا غيرت جدا يعني، ما اعرفش مين، ما حدش عزمني. صحيح. كل سنه وكل حبايبنا واخواتنا واصحابنا من الاقباط بالف خير. ربنا يديم المحبه بينا ويديم حاله الترابط والموده اللي كانت موجوده امبارح في القداس، صلاه قداس عيد القيامه المجيد، واللي ترأسه قداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه، واللي حضروا عدد كبير جدا من الوزراء وكبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب والشيوخ، وكمان عدد من الفنانين وال شخصيات العامة. يعني خلاص احنا تعودنا ان اعياد المصريين كلها عيد واحد، احنا بنحتفل بعيادهم وهم ايضا بيحتفلوا باعيادنا، زي ما بنشوفهم بيجيبوا الكحك في عيد الفطر وبياكلوا اللحمه معانا في عيد الاضحى وبيهنونا وبيفطروا معانا على مائده واحده، احنا ايضا بنحتفل باعيادهم. امبارح شفنا حاله الحب دي في صلاه القداس، كانت المشاعر الخاصه بالود والاخوه والمحبه موجودة في عيون كل الحاضرين، سواء من الشخصيات العامة، من الإعلاميين، من الفنانين، من الوزراء، الكل كان بيعيد على الإخوة الأقباط وهو مبسوط فعلا من قلبه، ورسالة كانت واضحة، الشعب المصري شعب واحد، نسيج واحد، مفيش حد يخش ما بين هذا النسيج إلا ويطلع دايما خسران. يعني مظاهر الاحتفال ظهرت في القداس، القداس اللي كان موجود كمان في محافظات كتيرة جدا احتفلت بعيد القيامة المجيد، ويمكن شفنا المظاهر دي مرة تانية بقول لحضراتكم على السوشيال ميديا في كل مكان، انه بعد القداس الناس يمكن نزلت وخرجت، ودي كانت من اجمل الحاجات. كل سنة وكل المصريين طيبين وفي خير وامان وسلام. والنهاردة في الحلقة ان شاء الله هنستعرض مع حضراتكم مظاهر الاحتفال امبارح كانت عاملة ازاي، فتابعونا واهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مره تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير بسان. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. برده؟ لا مش برد، جو معتدل. احنا خلاص يمكن كمان في بدء الاسبوع الاول من شهر 5 وبكره شم النسيم، فاحنا كده خلاص بدانا يعني مش قصدي برد، بس يعني شويه معتدل اكيد. يعني هو يعني هو بالليل بيكون الجو نسمه الهواء الحلوه موجوده، لكن الصبح اكيد الجو بيكون حر شويه. صحيح صحيح.
بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر الحبيبة بخير، وإخواتنا وحبايبنا من الأخوة الأقباط بألف خير وبصحة وبسعادة، عيد قيامة مجيدة. أنا عارفة أن النهاردة أجازة، لكن برضو خلونا نستعرض مع حضراتكم بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، علشان أكيد ناس كتير هتخرج النهاردة. هنبدأ جولتنا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية. في رمسيس الشوارع هناك بتشهد بعض كثافات المرورية هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة، لكن بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية. لكن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. نروح لمحافظة الجيزة، والطريق الدائري اللي بيشهد أيضا دلوقتي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند النزلات. وبخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. نروح لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، في كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، في كثافات كان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، لكن باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه بعض الكثافات المرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نروح معاكم لمحافظة أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة دلوقتي جه معادنا مع جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري، في نشاط رياح على كافة الأنحاء بتكون مثيرة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى، ومثيرة الرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 28، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38، وأقل درجة حرارة في مطروح 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى امبارح اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وتقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. صحيح، امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية في مدينة شرم الشيخ. رئيس الوزراء قال أنه بيحرص دائما من خلال الزيارات الميدانية على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات اللي بتستهدف رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطنين هناك. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. وتوجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتصال، معرباً عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ. استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد اللي بدأ تشغيله تجريبياً، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال هذه الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات اللي بيتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات اللي بيتم تقديمها للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. وامبارح وعقب انتهاء جولته بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كندي بمدينة شرم الشيخ.
وانتقل رئيس الوزراء ومرافقه لتفقد اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء، حيث تعرف على المهام اللي بتقوم بها الشركة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ، وذلك بما يحافظ على المكانة العالمية للمدينة وجهود تحويلها لمدينة خضراء ومستدامة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية طلعتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة، وده بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على القطاع بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي، فيما تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد لعام 2024. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بهذه المناسبة. خلينا نروح سريعا لأخبار المحافظات. في أسوان تم الانتهاء من 45 مشروع في قرى وادي الصعيدة ضمن مبادرة حياة كريمة. أما في الشرقية فبيتم تنفيذ أعمال تطوير طريق فقوس أبو شلبي بتكلفة بلغت 46 مليون جنيه. كمان امبارح في الأقصر رحلات البالون الطائر حققت أعلى معدل رحلات بالتزامن مع أعياد القيامة والربيع، وفي البحر الأحمر فنادق مرسى علم استقبلت 9000 سائح من 8 دول أوروبية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان تم الانتهاء من 45 مشروع من إجمالي 53 مشروع جاري تنفيذهم بقرى وادي الصعيدة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في شتى القطاعات المختلفة. وبتخدم هذه المشروعات نحو 65 ألف نسمة بيقيموا في 7 قرى فرعية وتوابع بوادي الصعيدة. في القليوبية أعلنت المحافظة أنه بلغ إجمالي ما تم توريده من محصول القمح 50,015 طن للصوامع والشون، حيث أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال الرصف والتوسعة لطريق فقوس أبو شلبي بطول 9 كيلومتر المنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري الصحارى وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفة مديرية الطرق والنقل. المرحلة الثانية بتبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كيلومتر وبتكلفة 21 مليون جنيه. في بني سويف أعلنت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية منشأة البديني مركز أهنسيا، وتم الكشف على 2078 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان واستصدار 11 قرار للعلاج على نفقة الدولة. في الأقصر حقق البالون الطائر أعلى معدل رحلات وتشغيل بالتزامن مع أعياد القيامة وشم النسيم، وانطلقت بسماء الأقصر من أرض مطار البالون 70 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 1750 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصريين. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التربية والتعليم انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية كمبادرة تهدف لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور باختيار نخبة مميزة من معلمي المواد الأساسية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وبتستمر المراجعات حتى 16 مايو الجاري.
في البحر الأحمر استقبلت فنادق مدينة مرسى علم 9000 من السياح الأجانب على متن 46 رحلة طيران قادمة من 8 دول أوروبية وسط إجراءات وقائية وأمنية. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد. في النهاردة نشاط رياح على كافة الأنحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى، ومثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا احنا النهاردة عندنا عيد القيامة المجيد، وبكرة شم النسيم، فطبعا احنا الأجواء لازم نعرف أجواء الطقس إيه علشان الناس هتبدأ تخرج النهاردة وبكرة بشكل كبير. طبعا كل سنة والمصريين بخير يا رب. احنا بنتأثر اليوم بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، فهتساعد في حجب جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، رغم أن الأيام الماضية قيم درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات بحوالي درجة درجتين، وكانت الأجواء ربيعية حارة فترة النهار، لكن النهاردة كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية بمعدل من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار هتكون 28 درجة مئوية، فبالتالي أجواء ربيعية مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوكفاء البحري ومحافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أجواء شديدة الحرارة أو ما بين الحارة الشديدة الحرارة في الأماكن الموجودة في جنوب الصعيد. ده بيكون كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فترة الليل مع الغياب أشعة الشمس بيحصل طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة بالفعل. صغرى فترة الليل متوقع أن هي تكون 17 درجة مئوية، وده بيكون أكثر في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأن الوقت ده اللي بنسجل فيه أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله. أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للبرودة في معظم المحافظات، وخاصة كمان المحافظات الشمالية أو المناطق اللي تبقى ليها ظهير صحراوي بشكل كبير أو المدن الجديدة. لأن اليوم كمان متوقع أن يكون في نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية. نشاط الرياح الموجود ده الأول هيساعد أنه يلطف الأجواء ويساعد أن احنا نحس بقيام درجات حرارة. احنا نشاط الرياح ده هل يكون فيه محمل بالرمال والأتربة، يعني رياح مثيرة للرمال والأتربة، لأن ده هيبقى صعب طبعا الخروج فيه لو الأجواء كده؟ بالفعل هيكون محمل بالأتربة والرمال المثيرة، لكن مش هتأثر ان احنا نستمتع بالأجواء ان شاء الله، لان هيكون في بعض الأماكن بس المفتوحة او المكشوفة في القاهرة الكبرى اللي هي لها ظهير صحراوي او المدن الجديدة، بعض الأماكن كمان من شمال محافظة البحر الأحمر، وبعض الأماكن من جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد، في الأماكن اللي هيكون عليها أتربة ورمال مثارة، لكن مش هتأثر إن احنا نستمتع بالأجواء، نقدر نخرج بس نكون بحذر. لو احنا مرضى حساسية صدرية أو جيوب أنفية يبقى في كمامات معانا، لو حسينا بوجود الأتربة والرمال المثارة ممكن نرتديها. بالإضافة كمان المنخفض طبعا الجوي الموجود معانا في طبقات الجو العليا بيأثر بشكل كبير على الأماكن الساحلية، فاليوم ايضا في فرص لسقوط الامطار في مجملها خفيفه، ممكن تزيد عن الخفيفه في بعض الاماكن وتصبح متوسطه. اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري دايما الامطار بتكون على فترات متقطعه من اليوم، وبتبقى منطقه دون الاخرى ومفيش منها قلق تماما، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بل بالعكس تخلينا نستمتع اكثر بالاجواء الربيعيه المعتدله فتره النهار في اغلب المحافظات الساحليه المطله على البحر المتوسط. طيب احنا بكره شم النسيم، احنا عاده البيوت المصريه كلها بتقول لك احنا نبدا نغير الهدوم الصيفي بشكل كبير بعد شم النسيم، هل فعلا نبدا نعمل ده حتى لاولادنا الاطفال؟
احنا لسه مكملين في ان قيم درجات الحراره فتره الليل منخفضه على الاقل لمنتصف شهر 5، يعني فتره النهار مش هيكون فيها مشكله تماما، فتره الليل هي اللي لسه هيكون فيها بروده. يمكن احنا كمان على مدار هذا الاسبوع صغرى فتره الليل ما بين 17 ل 18 درجه مئويه، وده في القاهره الكبرى. هنلاقي مدن جديده او اماكن مفتوحه اقل من الارقام دي كمان، وهنلاقي بعض المناطق الاخرى الموجوده في محافظات الوجه البحري فيها بروده في الجو. فعشان كده احنا بناكد لو احنا خففنا الملابس فتره النهار وخلاص بدانا نرتدي الملابس الصيفيه، يفضل لو هنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر تكون قطعتين من الملابس، الملابس الخلفيه مش هنقول حتى ملابس شتويه، بس تكون ملابس اللي هي بتبقى بكم او قطعتين اتنين من الملابس، تجنبا بس في نزلات البرد طبعا، حتى تستقر قيم درجات الحراره، وحتى كمان نبدا نقرب من فصل الصيف اللي هتبدا نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فتبدا تخلي نحس بدرجه الحراره اكتر، فرق كبير في احساسنا بقيم درجات الحراره بين النهار والليل. الاحوال الجويه اللي فيها اعتدال بشكل كبير مكمله معانا كمان لبكره الاثنين وكمان يوم الثلاث ان شاء الله، فنقدر نستمتع بالاجواء، لكن زي ما قلنا بس الحذر شديد، مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، نرتدي الكمامات بس النهارده واحنا خارجين، وطبعا نوعيه الملابس فتره الليل، ونقدر نستمتع بالاجواء في كافه محافظات الجمهوريه. كل سنه وحضرتك طيبه، بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك على المتابعه اليوميه معانا برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره العظمى 28 صغرى 17، العاصمة الإدارية 27 16، الإسكندرية 23 16، العلمين الجديدة 23 16، مطروح 22 15، دمياط 24 17، بورسعيد 24 18، الإسماعيلية 29 17، السويس 29 18، العريش 24 17، كاترين 24 12، طابة 29 22، حلايب 31 24، شلاتين 34 24، شرم الشيخ 35 23، الغردقة 35 23، الفيوم 30 18، بني سويف 30 18، الوادي الجديد 36 19، أسيوط 33 18، سوهاج 35 20، قنا 37 24، الأقصر 37 23، وأخيرا أسوان 38 24. حبينا نطمن حضراتكم عن حالة طقس الجو معتدل خلال النهاردة وبكرة إن شاء الله، لكن في بعض الرياح المثيرة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والمناطق اللي ليها ظهير صحراوي، نخلي بالنا لو احنا هنبدأ نخرج في مناطق زي دي لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، خلي بالنا كمان من اختلاف درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. دلوقتي تعالوا نتابع ما الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، وبيستقبل قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المهنئين بالعيد. ومن المقرر أن يشارك في الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة. هيلتقي تشيلسي مع ويست هام في الساعة 4، في نفس التوقيت هيلتقي برايتون مع أستون فيلا، وفي 6:30 مساءً هيلتقي ليفربول مع توتنهام. لعشاء الدوري المصري أيضاً موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي سموحة مع الزمالك في تمام الساعة 7، في نفس التوقيت هيلتقي البنك الأهلي مع إنبي. النهاردة الذكرى السنوية لرحيل الشيخ محمد الطبلاوي، أحد أكبر قراء القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وصاحب صوت مميز وكان نقيب القراء. استمر عطاؤه كأحد رموز الدولة للتلاوة لأكثر من 60 سنة. تحل اليوم الموافق 5 مايو ذكرى وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، وذلك بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من 60 عاماً، حيث يعد الشيخ محمد محمود الطبلاوي أحد أعلام هذا المجال البارزين. ولد الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي بقرية صفت جزام مركز تلا بمحافظة المنوفية في 14 من تم لكبار الموظفين والشخصيات البارزة والعائلات المعروفة بجوار مشاهير القراء الإذاعيين قبل أن يبلغ 15، واحتل بينهم مكانة مرموقة.
امتدت مسيرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة القرآن الكريم، حيث زار أكثر من 80 دولة حول العالم، سواء بدعوات خاصة أو مبعوثاً من قبل وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن من كل دول العالم. كما حصل على وسام من لبنان في الاحتفال بليلة القدر تقديراً لجهوده في خدمة القرآن الكريم، ولقب بظاهرة العصر. الثلاثاء 28 من رمضان عام 1441 هجرية، الموافق 5 مايو عام 2020 ميلادية، وعقب إطلاق مدفع الإفطار، فاضت روح القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي بمسقط رأسه بقرية صفت جذام بمركز تلا محافظة المنوفية، وذلك بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من 60 عاما مع القرآن الكريم وتلاوته وترتيله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والتلفزيون المصري والحفلات والأمسيات بمصر وعدد كبير من دول العالم العربي وأوروبا وأمريكا. على الهاتف معنا الحاج إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي. بعد التحية يا فندم، بطبيعة الحال الشيخ الطبلاوي هو رمز مهم جدا من رموز دولة التلاوة في مصر، يعني عرفني ازاي بتقوموا باحياء ذكرى؟ هل في طقوس معينه؟ هل في تلاوات معينه بتحبوا تسمعوها؟ اهلا وسهلا بك يا عم. والله احنا اليوم دوت ان شاء الله بيبقى قاعدين في المدفن هناك في عند الوالد الله يرحمه. تعزينا لحضرتك. الله يسلمك يا عم. وبنقرا ختمه كامله هناك على روحه. وأولاده كلهم محبي بيبقوا مجتمعين جنبه، يعني بيبقى حاسس بينا وبندعي له بالرحمة والمغفرة. طبعا احنا من قبلها بشوية بنكون أغلب المحبين بتوع بيتصلوا بيا، أنا بقى لي يومين الناس بتتصل علي على الذكرى بتاعته هتعملوا إيه. وهو الذكرى مش يوم، والله الذكرى طول السنة، يعني الحمد لله الناس كلها وكل محبين يعني ما فيش إذاعة بتذاع لي إلا لما الناس تتصل علينا. ويعني سبحان الله الوالد بصمته دي بصمة كبيرة في مصر وفي المستوى العالم الإسلامي كله، يعني الحمد لله. طبعا يعني رحمة الله عليه، يعني عايزين نعرف عنه أكتر، عن حياته، يعني لو في موقف أنت فاكره ليه عصرته مع فضيلة الشيخ مش بتنساه أبداً، احكي لنا عنه. والله يعني الوالد الله يرحمه كان من الناس اللي كانوا يعني بيحبوا لكل حاجة في الدنيا بتمشي حسب تعليم القرآن الكريم. يعني كان دايما يوصينا بالحفظ القرآن ونحفظ أولادنا، هو كان بيحفظ أولادنا بحفظ القرآن وتعليم القرآن والسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني كانت حياته كلها حياة دي، يعني تعليم الدين دينا كلنا. يعني هل في موقف مع الأحفاد أنت فاكره ليه، مثلا في الأعياد، في تجمع كنتوا بتتجمعوا مع بعض في مناسبة، يعني كان بيعمل ايه معاهم؟ والله كان هو يوم عيد ميلاده كان كل سنة بتلب، يعني كلنا بقى بنبقى عنده بالأحفاد بأولادنا بأحفاده، وكان بيفرح جدا بيهم يعني من التجمع، وما بقاش مصدق. الحمد لله يعني ما شاء الله عدد الأولاد 10 ما شاء الله، فالأحفاد كانت كثيرة ما شاء الله، فكان يعني بيبقى يوم مبسوط، بنجيب له هدايا بسيطة، حاجات كده بسيطة، يبقى مبسوط بقى جدا يعني. صحيح. طيب بقول لنا
يعني حضرتك قلت لي ان هو كان بيوصي اولاده واحفاده بالقران. نعم. وكانت اخلاقه هي الاخلاق المتعلقه بالقران الكريم. ازاي ده ظهر في تربيتهم؟ مين اول احفاد اللي حفظوا القران الكريم؟ هل في حد يعني صار على نهجه في القراءه وفي التلاوه ونال شهرته مثلا او حمل اسمه من بعده؟ والله اللي حفظ القران مننا اغلبنا يعني كان بيحفظ طبعا، بس طبعا الحياه لما يعني لما في حد فينا بيكبر ويوصل بقى لسن ما بيداومش على حفظ القران، ما بيداومش على المراجعه. فعندنا كان محمود اخويا توفى من 5 شهور الله يرحمه، كان حافظ القران بالكامل. وعندنا اخويا محمد وهو اللي اخذ نفس الطريق بتاع الوالد، صار على نهج الوالد. ايوه صار على نهج الوالد، وتقريبا يعني هو بيسموه الطبلاوي الصغير. يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من 3: صدقه جاريه، علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الصدقه الجاريه التلاوات اللي هو اللي لسه موجوده لغايه دلوقتي ولسه بنسمعها لغايه النهارده، علم ينتفع به هو برضو التلاوات دي وتعليمه، يعني تعليم الدين ليكم ولينا كلنا. طبعا. وولد صالح يدعو له، انتوا كلكم بتدعوا له. مقتنياته لغايه النهارده لو في حاجه لسه موجوده بتفكركم بيه، يعني بتعملوا بيها عمل خير مثلا، تكريمات حتى، احكي لنا عنها. والله هو مقتنياته يعني محتفظين بحاجته زي ما هي، وكمان وزارة الثقافة المصرية أخذت بعض من ملابسه والسجادة الصلاة بتاعته والسبحة والعمة، وتقريبا عاملين متحف خاص بالقراء الكبار، مثلا الشيخ عبد الباسط، الشيخ الحصري، وفي العاصمة الأدبية. اما المقتنيات بقى بتاعتنا هي اهم حاجه التسجيلات بتاعته. لسه يعني في التلاوات النادره موجوده معاكم؟ معانا عندي التلاوات النادره، ودلوقتي بقت يعني اغلبها الوقت على النت. طب بالنسبه للتكريمات اللي حصل عليها فضيله الشيخ، كان ابرزها من دول ايه؟ ايه اللي كانت دايما بيتكلم عنها بيقول عليها يعني انها يعني كانت تكريم مستحق زي ما بيقولوا؟ هو التكريم اتكرم من الملك، من ملك الكويت من قبل ما توفى بحوالي امير الكويت، امير الكويت انا اسف. والملك الاردن من الملك حسين قبلها برضه بسنتين تقريبا، في خلال في غضون 5 سنوات اتكرم من الملك حسين ومن امير الكويت. طيب حاج ابراهيم، ايه الحاجه اللي والد حضرتك رحمه الله عليه علمها لك وانت بتعلمها لاولادك النهارده؟ يعني كمان احنا كمشاهدين عايزين نعرف ونتعلم منكم. والله اكتر حاجه تعلمناها حسن الخلق، يعني حسن الخلق واتباع يعني تعليم ديننا والصلاه والصوم، وان احنا نحافظ على اسم الوالد. يعني انا احنا كاولاد كان دايما انتوا دايما يعني انتوا معاكم اسم، لما حد يشوفكم ابراهيم محمد محمود طباوي، يبقى محمد محمود طباوي دي ليها عامل لازم تظهرها قدام الناس، يعني معناها ان انت ابن الشيخ الطباوي المشهور، يبقى لازم تبقى مثل وقدوه بالظبط ليا، بتمثلوني انتوا كلكم بتمثلوني. فكذلك انا برضو طبعا، وده طبعا مش عشان خاطر برضو يعني بنمثل الشيخ، لا ده طبعا ده ديننا بيقولنا كده. فلازم يكون ان شاء الله اولادنا واولاد اولادنا باذن الله على نفس النهج ونفس التربيه يعني ان شاء الله. يعني تعيش وتفتكر
ويعني والد حضرتك موجود في أذهان المصريين إلى أبد الأبدين، يعني طول ما التلاوات دي موجودة. بنشكرك الحاج إبراهيم الطبلاوي نجل القارئ الشيخ محمد الطبلاوي رحمة الله عليه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. انطلقت فعاليات الملتقى الثقافي 16 لمشروع أهل مصر اللي بيستضيف 130 شاب وفتاة من 6 محافظات حدودية. برنامج الملتقى بتنفذه وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية ودمج أبناء المحافظات الحدودية من خلال فعاليات ومن خلال أنشطة ثقافية وفنية كثيرة جدا. طيب خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ أحمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب أهل مصر. صباح الفل عليك يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى. اهلا بك. يعني الفعاليات والانشطه اللي بيشملها مشروع اهل مصر في دورته 16 كلمنا عنها. احنا مشروع اهل مصر طبعا احد اهم مشروعات وزاره الثقافه المقدمه لابناء المناطق الحدوديه، وياتي ضمن البرنامج الرئاسي المعني بابناء المناطق الحدوديه. بينفذ تحت رعايه الاستاذه الدكتوره نيفين الكيلاني معالي وزير الثقافه من خلال الهيئه العامه لاصول الثقافه برئاسه الاستاذ عمرو بسيوني. المشروع بيعكس التزام الدولة ممثلة في وزارة الثقافة بترسيخ وتعزيز العدالة الثقافية والفنون ودعم الشباب الموهوب في مصر، وخاصة من أبناء المناطق الحدودية. بيجمع شباب مصر الواعد من أبناء المحافظات الحدودية دي اللي هم بيتمتعوا بروح الإبداع والإصرار على التغيير باعتبارهم طبعا خط الدفاع الأول ليه. المشروع بيأتي على 3 محاور أساسية، وهو الطفل والمرأة والشباب. احنا في فئة الشباب قدمنا قبل كده 15 ملتقى في محافظات القاهرة وأسوان ومطروح والغردقة وبورسعيد وسيوة والوادي الجديد والأقصر والعريش واسكندرية، ودلوقتي احنا موجودين في دمياط في قصر ثقافة فرسكور. في بنستهدف فئات الشباب من سن 17 ل 25 سنة، وكمان الأهداف دي بعض الأهداف الأساسية اللي لازم بنحاول نحققها من خلال الفعاليات المقدمة. يعني تعميق فكرة الانتماء والمواطنة لدى الشباب دول بتتم من خلال المناقشات والحوارات اللي بتتم خلال الفعاليات، رفع المستوى الفكري للشباب وتطوير ومقاومة الأفكار السلبية اللي بيموج بها المجتمع طبعا. حضرتك ما عارفين طبعا إن مصر غنية بتنوعها الثقافي، فتجاور الشباب من أبناء المناطق الحدودية ده بيتيح الفرصة لتبادل الأفكار والآراء بينهم، والتعرف كل شاب على تقاليد وعادات الشباب الاخرى في المناطق الثانيه. يعني بنبقى قاعدين في عندي شباب من احنا بننفذ الملتقى دوت وجود شباب من محافظات جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الاحمر وشلاتين وحلايب ابو رماد مطروح سيوه الوادي الجديد اسوان، بالاضافه الى شباب من القاهره. تخيل حضرتك لما يكونوا كل دول قاعدين في مكان واحد في اسبوع واحد كل واحد ليهم شخصيه والعصف الذهني بنقدم لهم الافكار من خلال الورش الفنيه او بالظبط. كنت عايز اسال حضرتك يعني بتستعينوا بايه وانتوا بتناقشوا الافكار دي؟ نعم كنت لسه عايز اسال حضرتك بتستعينوا بايه وانتوا بتناقشوا الافكار دي؟ يعني مقاومه الافكار السلبيه، المواطنه، الحاجات دي بتستعينوا بايه؟ يعني الورش اللي انتوا بتعملوها مثلا؟ الورش دي طبعا الورش الفنيه من الادوات اللي بنستخدمها واحنا شغالين معاهم دي، الورش الفنيه، اللقاءات الحواريه بنعمل لهم، كمان في دوري ثقافي في مزارات سياحيه بيتعرفوا عليها. الورش الفنيه احنا بنقدم لهم مجموعه كبيره جدا من الورش الفنيه، كل واحد فيهم بيختار الورشه اللي تقدر تتناسب مع موهبته او توجهه هو الشخصي. احنا بنعرفهم في البدايه احنا معانا ايه، كل مدرب او احنا طبعا بنستخدم او بنجيب اهم شيوخ الصنعه الموجودين، ولو مش موجود شيوخ صنعه بنجيب الاساتذه المتخصصين من الجامعات المصريه عشان يقدروا يدوهم كل المعلومات عن المهن او الورش اللي هم بياخدوها دي. يعني انا عندي ورشه مثلا طرق على النحاس، عندي نحت في جوهر الصدف، وده احنا واخدين بيه حق الملكيه الفكريه على مستوى العالم، احنا اول ناس في الهيئه العامه لاصول الثقافه عملناه. الديكوباج، عندي الحلي، عندي الاركيد، بالاضافه طبعا الدراما المسرحيه الخياميه، التصوير الفوتوغرافي. الشباب طبعا بيبقى في حاله من الزخم طبعا موجوده، الزخم الفني بيقدروا من خلاله كل واحد يطلع الطاقه بتاعته في الورشه دي. طيب كمان في حاجات بنقدمها لهم، يعني حضرتك المزارات السياحيه ما بيتوفرش مثلا للشاب من اسوان ان هو يتعرف على شمال سيناء وجنوب سيناء او المزارات الموجوده فيها،
فاحنا لما بناخدهم في كل ملتقى بنعرف كل الشباب على المناطق السياحيه دي، لازم يعرفوا مصر الغنيه باماكنها السياحيه. ده من ضمن برضو الحاجات اللي احنا بنقدر نقدمها لهم في الملتقى. تمام استاذ احمد، يعني ممكن حد يتفرج علينا يقول ليه ابناء المحافظات الحدوديه؟ يعني بخلاف ان يعني يمكن معانا بعضهم او عانت محافظات بعضهم من التهميش لسنوات طويله، ايه الهدف اللي عايزاه هذه المبادره ان هي تجمع ابناء المحافظات الحدوديه؟ جذب ابناء المناطق الحدوديه للمركز. انا عايز اهتم بيهم، ان هم حضرتك زي ما بتقول تعانوا من التهميش لسنوات طويله، فاحنا بنعيد دمجهم في مجتمعنا مره ثانيه من خلال كل ما الاشياء اللي احنا بنقدمها لهم دي، ونعرفهم ان مصر طبعا مهتمه بيهم جدا. يعني زي ما قلت لحضرتك ان هو بياتي الملتقى دوت علشان ناكد ان التزام الدوله، التزام الدوله بترسيخ العداله الثقافيه، بتوزيع العداله الثقافيه على مستوى الجمهوريه كلها. في كمان عندنا حاجات كثيره جدا بنقدمها للولاد ده من خلال الفعاليات. بنعمل لهم دوري ثقافي، يعني المعلومات العامه كل محافظه بتبقى قدام المحافظه الثانيه. في دوري رياضي، في حفلات سمر. حفلات السمر دي بقى من اهم الحاجات اللي احنا بنقدر من خلالها نعرف كل الفئات الموجوده على عادات وتقاليد الاقران في الاماكن الثانيه. يعني كل يوم في حفل، في حفله سمر كل يوم بتقدمها محافظه شكل، بتعرفهم اهم الاكلات، اهم المشروبات الموجوده عندهم، اهم الرقصات، اهم الازياء الموجوده، بتبقى حاله كامله في كل يوم. مثلا النهارده حلايب وشلاتين، بكره بيبقى فيه سيوه، بعده بيبقى فيه شمال سيناء. فحضرتك اول يوم بيبقى فيه احساس كده بانه كل واحد بيبص للتاني كده، طيب انا عايز اتعرف عليه. يعني في النهايه كلهم، انا ما بعرفش مين من سيوه ومين بالزبط. من حلايب وشلاتين. وانتوا مختارين سن حلو قوي، يعني من 17 ل 25 سنه. الفرق بين الشباب بتوع، يعني الشباب اللي من سيوه، الشباب اللي، ايه الاختلاف اللي ما بين كل واحد والتاني من محافظه مختلفه؟ ما انا بقول لحضرتك كل محافظه وكل او انت مش عارف الفرق بسبب الدمج، لكن يعني انت اكيد عارف الفرق بين مثلا الشاب السيناوي من الشاب اللي من سيوه. انت قادر تلمس ايه الفروق؟ الفروق بتبقى بعيده شويه، يعني عادات وتقاليد الشاب اللي في سينا غير عادات وتقاليد الشاب اللي موجود في اسوان. البنات في حلايب وشلاتين عاداتهم وتقاليدهم واللي اتربوا عليه غير اللي موجود مثلا في مطروح او في الوادي الجديد. فاحنا بنحاول ببساطه جدا ان احنا ندمجهم كلهم في مكان واحد، في بيئه واحده. بنخليهم في النهايه زي ما بيقولوا كده قماشه واحده او ميه واحده. مصر دي مصر، دي مصر كلها مصر، يعني في الاخر بتطلع قماشه واحده. حضرتك لما بيكون في الختام بنعمل المعرض الفني لنتاج الورش دي، بيبقى واقف في الورشه شاب للولاد اللي هم من سيوه، مع الولاد اللي من مطروح، مع الولاد اللي من القاهره، مع الولاد، يعني كلهم بيبقوا في ورشه. مثلا في 10، كل ورشه فيها 10، من 10 ل 15 فرد بتلم او موجود فيها بيئات مصر كلها مختلفه. حضرتك المنتج الواحد ممكن يشترك فيه واحد واثنين زي ما حضرتك شايف. ممكن يكون واحد من سيوه قاعد مع حد من اسوان، مع حد من الوادي الجديد، ثلاثه بيشتغلوا في قطعه واحده، كل واحد بيحط فيها فكره. فتخيل الابداع اللي ممكن يطلع في القطعه الفنيه دي. احنا الجميل كمان ان احنا شايفين بنات كتير قوي مشاركين في الفعاليات. اهم حاجه من المعايير الاختيار ان نسبه الفتاه لا تقل عن 50% في المشاركه. هايل، بنشكرك استاذ احمد يسري المشرف التنفيذي لملتقى شباب اهل مصر، كل الشكر ليك. شكرا جزيلا ليك يا فندم. وخلينا نروح سريعا مع حضراتكم لموجز الاهم واخر الانباء صحبة زميلة نادينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك مصطفى. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم.
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك كرادة المرقسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا توادروس الثاني ولجميع الأخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط، وأن يوفق الجميع لكن لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز. كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة لأقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. كما ترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك كرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ووجه البابا توادروس الثاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لجموع الأقباط بعيد القيامة المجيد، معتبرا أن تهنئة الرئيس السيسي لأقباط مصر في بلاد المهجر وفي الداخل هي تهنئة لكل المصريين. وكان الغلس والغلس باقيا بعد شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مدينة بانجول عاصمة غامبيا نيابة عن الرئيس السيسي. وخلال كلمته بالقمة أكد شكر إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على غزة، وثمن الدور الذي تطلع به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية. وأكد شكري أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة، منوها إلى أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية منازل الفلسطينيين ومناطق زراعية وسط وجنوب قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت أرضا زراعية جنوب مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق قنابل حرارية بكثافة فوق مدينتي رفح وخان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغارقة ومخيم النصيرات وشمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. تظاهر آلاف الإسرائيليين مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقبول اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إعادة المحتجزين الإسرائيليين المتبقين من غزة. وأكد المتظاهرون ضرورة القيام بكل ما يمكن لإعادة المحتجزين. وجاءت الاحتجاجات مع دخول الحرب على غزة شهرها الثامن وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف القتال. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات الأوكرانية أسقطت مقاتلة روسية من طراز سو 25 فوق منطقة دونيتسك شرق البلاد. ووجه زيلينسكي إشادة خاصة إلى مقاتل اللواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 لإسقاطهم الطائرة الروسية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو جراندي دو سول بجنوب البرازيل لتصل إلى 58 شخصا إضافة إلى 67 مفقودا. وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو جراندي دو سول تشهد أسوأ كارثة مناخية في تاريخها مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار. ختام موجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل حاجة في حياتنا تقريبا، وبشكل كبير قوي بقى موجود في مجال الطب اللي بتطور وأصبح فيه تقنيات بتنافس الطبيب. يعني الطبيب انت بتروح له عشان خاطر يشخص ويقول دي وظيفته لك انت الرئيسي. عندك ايه الذكاء الصناعي النهارده بقى بيعمل ده كمان. انا عايزه اقول لك انه في ناس حتى من قبل فكره الاي اي بيسالوا جوجل يعني انا عندي ايه. صحيح. انا لو عنده نفس الاعراض 1 2 3 فالذكاء الاصطناعي كمان دلوقتي بقى بينافس الطبيب على ده.
التشخيص وكمان تحديد العلاج. من كام يوم كان في دراسة لباحثين في جامعة كامبريدج عنوانها هل سيتفوق الذكاء الاصطناعي على الأطباء في تشخيص مشاكل العيون، وأظهرت الدراسة دي أنه في تقنيات للذكاء الاصطناعي سجلت أداء متفوق جدا على الأطباء المبتدئين في تشخيص وتحديد العلاج للمشاكل المتعلقة بالعيون، ودي مشكلة كبيرة قوي يا مصطفى. طبعا، وخليني أقول هتشوفوا الكلام ده بشكل كبير لو رحتوا تعملوا كشف نظارة أو تكشفوا على عينيك، وهتلاقي الدكتور بيسألك الأسئلة البسيطة اللي هي بتعاني، شفت حاجة، عندك حاجة، لو لقاك سليم بيحطك التقرير اللي بيطلع ده، بتبقى الدرجة بتاعته مظبوطة بالملي، اللي هو أنت عندك استيجماتيزم، عندك ماينس، عندك بلس، وده يمكن كانت أول خطوة في هذا المجال. طب إيه تأثير ده على الممارسات الطبية المستقبلية؟ هل مش هنلاقي طلبة يعني بعد كده في كلية الطب؟ هل هتقل الأعداد؟ كل الكلام ده هنعرفه بالدكتور إيهاب عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون في القصر العيني. بعد التحية يا فندم، يعني مخاوف كتير، وتحديدا مجال العيون ربما من أكتر المجالات المهددة من قبل الذكاء الاصطناعي طبقا لهذه الدراسة. تعالي حضرتك. صباح الخير مصطفى، صباح الخير استاذ حسن. انا اعتقد ان مجال العيون اكثر مجالات المستفيده من ده الحقيقه يعني. وحب الاول اقسم الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه لثلاث اجزاء. احنا عندنا حاجه اسمها التيلي هيلث، وعندنا الاي اي، وعندنا روبوتكس. التيلي هيلث اللي هو الطب عن بعد. وده يا فندم يعني ايه الطب عن بعد؟ احنا مصر زي ما حضرتك عارف مساحتها 1,000,000 كيلومتر مربع، البلد مساحتها زادت بدل 6% دلوقتي، مساحات الامتدادات العمراني ضخم وزياده، المناطق النائيه زادت. تخيل حضرتك لو انت قاعد في اقصى الجنوب او اقصى الشرق او اقصى الغرب وعندك نقص في الاطباء، دكتور بيجي مره في الاسبوع المتخصص في تخصص معين، تخصص العيون مثلا زي ما احنا بنشتغل وكده، وانت عندك سكر وما تابعتش عينيك اللي هي مرتبطه جدا يعني وليها اداء ضخم بالسكر، وفي حد قاعد على جهاز خد صوره وبعتها لمنطقه مركزيه واكتشفت ان الشخص ده محتاج ياخد ليزر للعين، محتاج ياخد حقنه للعين، فبتبعت تقول والله ده يجي او ده يتابع بعد 6 شهور حسب البرنامج. فده الجزء مهم من الذكاء الصناعي اللي اسمه التيلي هيلث، الطب عن بعد. الذكاء الاصطناعي هل هيتفوق؟ دراسة كامبريدج أثبتت أن الأطباء المبتدئين الذكاء الاصطناعي تفوق عليهم في التشخيص. تعليقك. ليه يا فندم؟ لأن في حاجة اسمها الديب ليرنينج في الذكاء الصناعي. تمام. الديب ليرنينج ده معناه أن الصورة اللي تتعرض عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة بيقدر يتعرف عليها بدقة متناهية. في بعض الأحيان تتفوق على الطبيب فعلا. لكن في احيان بس عمرها ما بتوصل ل 100% مهما كان العلم والتكنولوجي ورا القصه. اي حاجه في الدنيا ليها حاجه اسمها سبيسيفيستي وسنسيتيفيتي، يعني الدقه على دقه التشخيص وصحه التشخيص. طيب. وده دول موجودين في الذكاء الصناعي يمكن يفوقوا زي ما حضرتك قلت كده الاطباء في بدايات عمرهم، لكن بعد كده الخبره المكتسبه قد برضو تتفوق في بعض الأحيان، ولكن عمرها ما بتبقى 100%. فالعنصر البشري مش هيختفي، مش هيختفي، لكن يعني أنا بحس دايما أنا شخصيا لما أحب أروح لدكتور أحب أتكلم معاه ويشرح لي الحالة، مش عايزة بس الاند ريزلت يعني زي ما بيقولوا أخرها إيه، لا أنا عايزة افهم اللي بيحصل، التشخيص يتحكي لي يتشرح لي. النسب لو انا مش غلطانه بتقول ان الذكاء الاصطناعي نسبه التفوق فيه على الاطباء هي 69%، فهي نسبه كبيره طبعا، لكن زي ما حضرتك قلت مش 100%. خلينا نتكلم على التجارب السريريه النهارده، هل في دراسات اتعملت على ده؟ هل النهارده الذكاء الاصطناعي تفوق في هذه يعني النقطه دي بالتحديد ولا لسه؟ يعني احكي لي اكتر. يا قصد حضرتك ايه بالتجارب؟ التجارب يعني النهارده يعني في دايما انتوا كدكاتره في اكسبيرمنتس، في حاجات جديده، الذكاء الاصطناعي مبني على اللي بيشوفه دايما. صح؟ مظبوط. يعني حاله بتتكرر قدامه كذا مزبوط. مره، فالنهارده بنى عليها يعني التشخيص على يعني
بناء على اللي شافه. النهارده لو جاء حاله مختلفه شويه، انتوا كدكاتره، انا او انا كمريض اعرف ازاي ان ده حقيقي او ده صح؟ الذكاء الاصطناعي او التشخيص اللي طلعه الذكاء الاصطناعي ده ما خافش منه؟ تمام، هو العنصر البشري بيتدخل في مراحل تشخيصيه ومراحل علاجيه. الذكاء الصناعي بالمعنى اللي حضرتك بتقوليه ده متدخل في التشخيص الاكلينيكي او السريري للمريض، وده بيوفر علينا جهد ومجهود. مجال العيون ليه بالذات؟ لان احنا كل حاجاتنا في وراها صوره. احنا ممكن ناخد صوره للعين من قدام، ممكن ناخد صوره للشبكيه، ممكن ناخد اشعه مقطعيه، ممكن ناخد حتى نسيج بالأنسجة بالباثولوجي نقدر نعرف ايه ده. فكل حاجتنا بيزن على صورة، فعشان كده في اهتمام شديد في مجال العيون عشان الديجيتال انفورميشن. بعد ما بتشخص المريض، هي الفكرة فندم مش في نسبة الصواب، الفكرة في نسبة الخطأ. يعني انا دلوقتي قلت والله الراجل ده عنده سكر في مرحلة متقدمة، جه حد تاني لسبب ما الذكاء الصناعي فشل في ان هو يتعرف عليه على ان ده عنده مشكله لازم الدكتور يشوفه. عشان كده العامل البشري عمره ما هيختفي. احنا يعني فاهمين ان العامل البشري مش هيختفي، ولكن احنا يعني بصدد ان احنا بنناقش تداخل المجال ده مع الاطباء البشريين. طيب برايك يعني اكتر المجالات في مجال الطب الـ AI او الذكاء الاصطناعي هياخد فيها مساحات؟ اي حاجه بيست على مثلا لما انا كنت بتكلم على ان في ثلاث حاجات، التلي هيلث والاي اي والروبوتكس. لو هتسمح نتكلم على الاجزاء الاخرى اقول لسيادتك برضو في القصه عشان ابقى في السياق برضو الفكره العامه. التلي هيلث طب عن بعد، الذكاء الاصطناعي هياخد فيه مجال كبير جدا جدا جدا. الاي اي ان انا اقدر مش بس اشخص واقدر اعالج كمان. انت عارف حضرتك مثلا احنا عندنا حاجه اسمها كسل وظيفي للاطفال، العين تبقى موجوده بس مش المخ مش بيستقبل منها اي اشاره، والولد عنده ما بيشوفش بالعين دي رغم ان هي سليمه تشريحيا. بنعذب الام، احنا لازم الولد يقفل عينه السليمه عدد من الساعات وهو لابس نظارته، ونجبره ان هو يصحي العين الكسلانه دي عن طريق ان هو ما عندوش اوبشن تاني غير ان هو يشوف فيها، وده بيبقى فعلا عذاب للام وعذاب للطفل. اللي دخل فيها الذكاء الصناعي دلوقتي في بعض النظارات ثلاثيه ورباعيه الابعاد فيها مئات البرامج اللي يختارها الطفل تنشط العين الكسلانه دي من غير ما نعذب الام ونعذب الطفل. اقفل عينك السليمه وشغل كده، وثبت بالعلم ان ده يتفوق على ان احنا نقفل العين. المجال الاخر اللي هو روبوتكس، ان الاله تقوم بما يقوم به الانسان في التطبيقات الجراحيه. ده مجال كبير جدا جدا جدا، والحقيقه دي طفره كبيره بقى اللي هو يتحكم فيها الذكاء الصناعي بانه بيقلل نسبه الخطا بالذات في الجراحات الدقيقه. بس هو الماشين دايما اللي بيشغلها الاوبريتور هو الانسان، بتديله الحد لو ايده بتترعش رعشه خفيفه او داخل على وريد او شريان قطرهم 200 مايكرون. تخيل 200 مايكرون ده حتى تحت الميكروسكوب محتاج دقه متناهيه عشان اخش اسلك جلطه مثلا. وده مجال كبير جدا جدا جدا. كمان الطب عن بعد، لو حضرتك تفتكر من كذا سنه كان في ايام الحروب اللي حصلت في اوروبا والمشاكل اللي حصلت في كل حته في الدنيا، كان الجراح قاعد في امريكا وبيعمل عمليه في اوروبا لمريض. ده مجال كبير جدا جدا اسمه روبوتكس، اللي فيها فعلا المكنه قد تتفوق في الدقه عن الانسان، ولكن هي ستيل اوبريتد باي الانسان المتخصص سواء كان قريب من المكنه او بعيد عن المكنه. فدول هم الثلاث مجالات. والحقيقه برضو الواحد كان سعيد ان كان في مؤتمر يوم الخميس والجمعه اللي فاتوا مستضيفين فيه خبيره ضخمه جدا من امريكا في الذكاء الصناعي وفي العيون بالذات، وناقشنا هذه التطبيقات باستفاضه، ويمكن ده اول مره يحصل في مصر، وكان بالتعاون مع الجمعيه الرماديه وهيئات دوليه ومستشفيات برضو موجوده في مصر، وقدرنا يعني نبلور المواضيع والحقيقه نبقى على الادج بتاع التطور في ظل التطور الكبير اللي حصل في مصر، وعرفناه الاسبوع اللي فات
في البنية التحتية للأتمتة والحاجات المهولة اللي شفناها مع سيادة الرئيس الحقيقة، واللي بنواكب هذا التطور احنا بنجري برضو عشان نلحق اللي بيحصل في مصر مش بس بيحصل في الدنيا حقيقي يعني. وده المستقبل اللي احنا رايحين له، مستقبل القريب كمان. خليني أقول نشكرك دكتور إيهاب عثمان أستاذ طب العيون بالقصر العيني، كل الشكر ليك. ناس كتير جدا ممكن تصحى من النوم مخنوقة، البعض بيرجع ده لحاجة اسمها انقطاع التنفس النومي. كلام كتير جدا عن اختبارات النوم المنزلية اللي أصبحت منتشرة دلوقتي وبتحقق نتائج موثوقة لحالات انقطاع التنفس النومي. في ناس بيبقى عندها مشكلة في التنفس وهي نايمة، وده ليه مخاطر كتير جدا، ممكن ينتج عنها ارتفاع في ضغط الدم، ممكن ينتج عنها أمراض القلب، ولا قدر الله ممكن ينتج عنها السكتة الدماغية. طب يعني إيه اللي بيسبب ده؟ يعني فعلا زي ما أنت قلت في ناس كتير بتتعرض لده. طبعا أسبابه إيه؟ هل هو مثلا أسباب تنفسية بتبقى في مجرى التنفس؟ هل يعني إحنا مش عارفين بالظبط إيه، لكن هتكلمنا أكتر عن أهمية اختبارات النوم المنزلية الدكتورة سالمة مرزوق استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بالقصر العيني. صباح الخير على حضرتك يا فندم، إيه هي اختبار النوم المنزلي؟ صباح النور، اهلا وسهلا. بما اننا بنتكلم في الصباح، ف هو طبعا فكره اهم شيء للنوم الجيد ان حاجتين مهمين جدا جدا، علشان نوصل لنوم جيد لازم يبقى عندنا تنفس جيد، ولازم يبقى دورات النوم كلها تتم عندنا، يعني الدخول في دورات النوم يتم بنجاح كامل. علشان نعرف إذا الخطوتين دول مجموعين على بعض تموا efficiently أو بنجاح، لازم نعمل حاجة أو بنسميها اختبار النوم أو فحص النوم. فحص النوم عموما يعني مبدئيا، علشان بس ناس دايما بتهابه أو بتخاف منه، فحص النوم هو فحص بسيط قوي، هو أساسه زي رسم المخ البسيط، يعني لأن رسم المخ هو عبارة عن سلوك زي رسم القلب كده، تبقى سلوك بتتحط خارجية أساسها طبعا على الجمجمة من أعلى، يعني بيزيد عليها بقى لما بنعمل فحوص النوم إن إحنا بنقيس النبض، بنقيس التنفس، بنحط زي كده زي ديتكتور يعني، او حاجه بتقيس لنا زي مثلا في المستشفى لما بندخل في الرعايه او حاجه زي كده، بنحس بنسمع نبضات قلبنا واحنا نايمين، نفس الفكره. وبيزيد عليها برضو كمان ان احنا بنقيس التنفس او بنحط حاجه بنسميها شبه ماسك الاكسجين اللي هو البسيط يعني. ده علشان نبسط للناس ايه بس اللي تقريبا بيحصل، علشان بس فكره الخوف من الاختبار، لان دي اللي دايما بسمعها يعني من المرضى. احنا في العادي بنعمل الفحص ده في المراكز المتخصصه لفحوص النوم، وده المتعارف عليه في العموم. ساعات ناس كتير قوي بيبقى عندها فكره مهابه ان هي تنام في الاماكن اللي غير اللي هي مش متعوده عليها. عشان كده بتعملوها في البيوت. علشان كده الطب الحديث وفر لنا حاجه اسمها رسم مخ متنقل، وبالتالي فحوص نوم متنقله في المنزل. يعني احنا بنقدر بنعمل مثلا رسم مخ في الرعايه المركزه، بنقدر نعمل فحص نوم في الرعايه، بنقدر بالتالي نعمله في المنزل. ايه الفكره كلها؟ ان احنا بنحاول نساعد، يعني كان فكرته المبدئيه ان احنا نوصل لحد المريض بداخل اللي مش قادر يوصل لحد المركز. مفهوم. طيب ما هي دورات النوم يا دكتوره اللي حضرتك اتكلمتي عليها؟ سوري معلش ما سمعتش. ايه هي دورات النوم اللي حضرتك اتكلمتي عليها؟ احنا عموما النوم بيعدي بالمراحل الاتيه، بيعدي الاول بالمرحله الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، واهم مرحله بتخصنا علشان يوصل النوم انه يكون مشبع
اللي هي المرحلة النهائية اللي بيبقى فيها العضلات مسترخية تماما، اللي هي المرحلة الرابعة. اللي هي المرحلة الرابعة. طب ولو الواحد ما بيوصلش المرحلة الرابعة بشكل عام، لأنه بينام يعني أوقات متقطعة، ده يأثر على جسمه؟ بيأثر على كل شيء، لأن ده اللي احنا حتى بنسميه مرحلة الحلم، وده اللي بيبقى فيه الاضطرابات كلها أو أغلب الاضطرابات. يعني الاضطرابات العصبية للنوم أغلبها بتكون في مراحل الحلم. دكتورة سلامة، يعني عشان الوقت أنا محتاجة أعرف من حضرتك دلوقتي المشاهدين اللي بيحس بإيه الأعراض اللي لو حس بيها يعمل اختبار نوم. اختبارات النوم، أي حد بيقوم النوم تاني يوم الصبح حاسس إن هو مكسر، النوم مش مشبع، مصدع، جسمه مش في النشاط، بشرط يكون نام عدد ساعات 8 ساعات أو أكتر؟ لا، مش مشكلة العدد الساعات على فكرة. المهم، لأن بتختلف من شخص لشخص، يعني دي مش زي ما الناس متخيلة. المهم إن أنا أقوم قادرة أدي مجهودي بشكل نشيط وكامل. طيب تكسير الجسم ايه تاني؟ نعم، تكسير الجسم وايه كمان؟ إيه، لو انا بالليل بسمع بشخر بالليل، او في اصوات ليليه بتحصل، او بيحصل يعني تقطع في النفس اثناء النوم. مش شرط ان هو اللي يحس بيه، بس ممكن الزوج او الزوجه او الاب. تالت حاجه يا فندم، تالت حاجه يا دكتور، تالت حاجة إن أنا أحس إن في خلال النهار إن أنا بنام على نفسي، مش قادرة أقاوم النوم. لو التلات حاجات دي موجودين لازم أتجه أعمل اختبار نوم. بشكرك دكتورة سلامة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بالقصر العيني. إحنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده بشكل أكبر أكيد، بالذات لأن إحنا في البرنامج الصباحي، وأكيد نحس بكل ده. نشكرك مرة تانية يا دكتور. شكرا لك يا دكتور، وخلينا نروح سريعا لزميلتنا دينا شرف ونتابع معاها موجز لأهم الأخبار على الساحة الرياضية محليا وعالميا. دينا، شكرا لك يا مصطفى، بس فعلا كده احنا كلنا لازم نروح نعمل اختبارات النوم. مش كده برضو؟ دلوقتي جه معادنا مع زميلتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الأهلي حقق الفوز على الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدوري المصري. بعد الفوز وصل الأهلي نقطة 27 في المركز العاشر بجدول الدوري، بينما توقف رصيد الجونة عند نقطة 28 في المركز التاسع. نادي الإسماعيلي حقق الفوز على نادي فاركو بهدفين نظيفين ضمن الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، وبالفوز ده رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 22 في المركز 13، بينما بقى فاركو بالمركز 17 برصيد 13 نقطة. فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك توج بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وده بعد الفوز على فريق الأهلي بنتيجة 3-2 بنهائي بطولة إفريقيا اللي بتستضيفها النادي الأهلي، وبكده تأهل الزمالك لبطولة العالم. مريم متولي لاعبة فريق الطائرة بالزمالك حصلت على لقب أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي احتفظ الزمالك بلقبها بعد فوزه على الأهلي. نجحت مصر في المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024 بواقع 139 لاعب ولاعبة في 21 رياضة، لتصبح مصر أكثر بلد عربي وإفريقي تأهل لاعبوه إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس. فريق نانت اللي بيضم بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد تعادل مع بريست سلبيا في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الفرنسي، وبيحتل فريق بريست المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبيحتل نانت المركز ال14 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.
فريق أرسنال فاز على فريق بورنموث بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعزز أرسنال صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، بينما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر. فريق مانشستر سيتي فاز على ولفرهامبتون بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإنجليزي، وبيتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني خلف أرسنال بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي ممتاز برصيد 82 نقطة، بينما بيحتل ولفرهامبتون المركز الـ11 برصيد 46 نقطة. فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فاز على ريال مايوركا بنتيجة 1-0 على ملعب سون مويس، ده ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإسباني. فريق برشلونة خسر أمام فريق جيرونا بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 لمنافسات الدوري الإسباني، وقفز جيرونا للوصافة برصيد 74 نقطة، بينما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة. فريق ريال مدريد فاز على قادش بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سانتياغو برنابيو، وده ضمن مباريات الجولة 34 لمنافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز. وبخسارة برشلونة أمام جيرونا حقق ريال مدريد بشكل رسمي لقب الدوري الإسباني، وده بعد توسيعة الفارق في الصدارة إلى 13 نقطة بينه وبين البارسا مع تبقي 4 مباريات على نهاية الدوري. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنخرج لفاصل سريع وراجعين معاكم نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. يعني عايزه اقول لكم ان ليلى مراد كانت سابقه عصرها وزمانها، لان الاغنيه اللي هي غنتها دي زي النهارده من كل سنه العالم بيحتفي باليوم العالمي للضحك اللي بدا في 1988. اليوم ده بيعتبر دعوه لنشر السعاده والبهجه، يعني اليوم ده ابتدى عفوا 1998 مش 88 بمبادره من الطبيب الهندي مادن كاتاريا، واللي كان هدفه ايه؟ نشر ثقافه يوجا الضحك. يعني انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها يوجا الضحك. وبيقولوا ان كمان الضحك ليه تاثيرات نفسيه وسيكولوجيه على جسم الانسان، وان الضحك بيقوي مش بس من عضلات الوجه، لا ده ايضا بيقوي من عضلات القلب. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد ملامح من الموضوع ده، وبيتكلم ايضا عن اليوم العالمي للضحك. في 5 مايو كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للضحك، وبدأ هذا الاحتفال عام 1998 بفضل مبادرة الطبيب الهندي مادان كاتاريا الذي استهدف نشر ثقافة يوجا الضحك في جميع أنحاء العالم، إيماناً منه بفوائدها الجسدية والنفسية. وقد لاقت هذه المبادرة رواجاً كبيراً، حيث اتسع نطاق الاحتفال بهذا اليوم ليشمل أكثر من 50 دولة. إيه ده؟ المجتمع ده؟ ويجمع الخبراء على أن الضحك لا يدخل السعادة إلى القلب فقط، بل يمكن أن يساعد في تخفيف الألم أيضاً. وتشير الدراسات إلى أن الضحك لمدة دقيقتين في اليوم يعادل 20 دقيقة من ممارسة الرياضة، كما يساعد الضحك على تقوية نظام المناعة وينشط 80 عضلة في الجسم. أمل الصبح بدري بروح الجيم واجري، أجمل هوا يدخل صدري والناس كلها نايمين. ويعد اليوم العالمي للضحك بمثابة تذكير بأهمية الضحك في حياتنا ودوره في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، كما يشجع هذا اليوم على نشر ثقافة التفاؤل والسعادة ونبذ المشاعر السلبية التي تعيق سعادة الإنسان. ويجسد يوم الضحك العالمي رسالة إيجابية تدعو إلى نشر السعادة والبهجة في العالم. في شك إن الأفلام الكوميدية على سبيل المثال هي الأفلام الأكثر مشاهدة في كل أنحاء العالم، أكيد بكل الثقافات بكل اللغات، دي حاجة مش عايزة أي جدال. وبما أننا النهاردة بنحتفل باليوم العالمي للضحك، وهو يوم
بيحتفي بيه العالم بأهمية الضحك، بفوائده الصحية، بفوائده النفسية. فلازم نقول إن الضحك بقى ضرورة، الضحك بقى ضرورة حياتية في ظل ضغوط العمل وضغوط الحياة اليومية اللي بقت بالفعل موجودة في كل بيت. أكيد. يعني طيب إزاي يبقى عندنا حياة صحية بدون توتر أو ضغط من خلال الضحك والابتسامة؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة سهام حسن الأخصائي الأسري والنفسي. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يعني هنتكلم عن فوائد الضحك وكل حاجة، لكن لو أنا خليني أتكلم، لو أنا متضايقة هل ينفع، أو هل إن أنا أحاول أضحك نفسي أو أبسط نفسي أو أضحك بالعافية وأنا متضايقة ده ينعكس في الآخر عليا وفي الآخر أبقى حد مبسوط أو الاكتئاب ده يروح مني؟ صحيح. ينفع في حاجة اسمها كده يعني؟ آه طبعا، صحيح جدا، لأن إحنا دايما بندي للحزن حقه قوي، بس انت ما بتديش مساحة ان الاخر يغير لك او يعدلك في مودك، او انت ذاتيا تبقي عايزة تخرجي من الحالة اللي انت فيها. فبمجرد مثلا لما بترسمي ابتسامة على وجهك، تخيلي احنا يعني في التقرير بيقولوا 80 عضلة في الجسم بتبدأ ان هي تنشط وتتحرك مع الضحك، انت المسؤول عن الضحك 34 عضلة جوه الوجه بتتغير. فما بالك بقى ان انا ببدي اشارة عصبية حسية للمخ ان انا بضحك، فحتى لو انا متضايقه فبيبدا المخ يفهم ان انا دلوقتي حصل حاجه كانت سبب في سعادتي وانبساطي، فبيبدا المود والسعاده تحل عليكي كده. حتى لو في حواليكي ظروف يعني مناغصه، ضغوط حياتيه. فعشان كده بنقول ان احنا ما ناخدش الحياه على محمل الجد، لان باضعف واقل الحاجات احنا ممكن نسبب لنفسنا السعاده لو احنا واخدين القرار ده واحنا عايزين نحقق السعاده لنفسنا. طب الناس اللي في العزاء غير الناس اللي في المسرح؟ صحيح. الناس اللي في العزاء متأثرين بالأجواء. لو انت داخل عايز تضحك هتلاقي الناس ساكتة، فبشكل لا إرادي هتلاقي نفسك بتحزن. صحيح. ولو مش بتحزن هتسكت، ولو انت داخل سينما أو مسرح الناس بتضحك فانت أقل حاجة هتضحكك. ده تفسيره ايه؟ خلينا نقول بس نقطة هنا تصحيح، حتى عشان كان في حالة وفاة لنجمة مشهورة وكده وكانوا بيلوموا عليها، وحتى كان في نجم مشهور ان هو كان بيضحك وبيبتسم في العزاء. الفكرة كلها ان انا في حالة الحزن الشديدة انا بيبقى غصب عني محتاج ان انا اخرج نفسي من الحالة اللي انا فيها، لان في اوقات العقل نفسه ما بيستحملش كم الحزن اللي انت موجود فيه، فبتلاقي ان انا اقل الحاجات ان انا ممكن تضحكني حتى لو هي ممكن على حس الناس اللي حواليها مش بتضحك. لو كتير قوي بيبقى عندهم حاله رفض للواقع. صحيح. يعني لسه مش متقبلين. انا بيبقى في لسه عندي صدمه الوفاه ان انا مش متقبل، وانكار، حاله من الانكار. فبالتالي انا بستخدم الضحك كمهدئ للتوتر والحاله النفسيه اللي انا ببقى عايش فيها، او هي مسببها لي دلوقتي الحاله اللي انا موجود فيها، زي وفاه يعني احد الاعزاء على قلبي، صدمه شديده جدا العقل رافضها، فبيبدا ان هو يخرج نفسه بطريقه لا شعوريه عشان يبدا ان هو يهدى ويبدا ان هو يتحكم ويعمل كنترول تاني على الجسم. تمام. فدي طبعا بالنسبه لي انا اهم حاجه، وحتى الاطفال بتستخدمها لما بيلاقي ان في زعيق حواليه، والاب والام بداوا ان هم بيزعقوا وبيهددوه بالعقاب ومش عارف ايه، بتلاقي الطفل بيضحك. طب انت بتضحك على ايه؟ يفضلوا انت هتشلني، انت بتضحك على ايه؟ من كتر الضغط النفسي والتوتر فبدا الطفل هو عايز يهدى، هو عايز يهدى، فبيبدا ان هو يضحك، وبتلاقي نفسك انت فقدت السيطره على اعصابك وبتضحك على ضحكه. اوكي. لان هو بيدي لك رسائل من خلالها اللي هو الحياه ابسط من كده، الحياه مش محتمله الضغط النفسي ويعني ضغطك اترفع وعمال تزعق ومش عارف ايه. يعني انا شايف ان المشكله بسيطه. يمكن الاطفال بتبقى دايما شايفه الحياه من منظور حرفيا، برغم ان هو فطري ولا يشوب شائبه ناحيه ان احنا بنضخم قوي وبنبالغ في المشاكل، لان هم شايفينها بواقعيه. يعني المشكله هتعدي، فبالتالي المشكله تعدي وانا مسيطر على نفسي يعني جسمي في صحه نفسيه وجسديه، ولا المشكله تكبر وانت لا قدر الله يحصل لك اي مشاكل ثانيه. طب الضحك بيأثر على عضله القلب؟ اه طبعا طبعا بالإيجاب. وكمان حاجه، يعني انا سمعت في التقرير ان هو بيقوي عضله القلب وكمان بيساعد على الحرق، لان اي حاجه انت بتزود فيها حتى تمارين الكارديو جوه الجيم انت بتبدا ان انت تشتغل على عضله القلب في ان هي تزيد سرعتها، فمع زياده سرعه عضله القلب بيبدا ان الجسم يحرق فبتنزل في الوزن. تمام. وفي عكس، يعني عكس كده، الناس اللي بيبقى عندها اضطرابات او شره ناحيه الاكل يقول لك ايه، انا لما بحس ان انا مبسوط ببقى عايز اكل
واحرق في سكر كتير، لا هو كده انت محتاج ان انت تظبط الجزء ده، لان هنا في اضطراب. المبسوط واللي بيضحك بيستمتع بكل التفاصيل حواليه، ما بيدخلش نفسه في ان هو ياكل كتير فابدا ان انا ازيد في الوزن. والناس اللي عكس كده، الناس اللي تقول لك ايه انا لما بتبقى حالتي النفسيه سيئه ببقى عايز اكل كتير جدا، اوكي، وحتى لو المشكله اتحلت بلاقي نفسي ان انا مستمره في الاكل. طيب انا اعرف بنت كده، كل ما واحده صاحبتي كل ما تزعل وتبقى عندها فعلا كارثه بكل المقاييس بتقعد تتريق على المشكله، فبتحول ده لحاجه بتضحك جدا، فهي يعني واقع ده عليها بيبقى صحيح. قليل جدا ان ما كانش ما فيش اصلا. بعض الناس ممكن تقول لك دي مثلا لا دي غريبه ما بتحسش، والبعض التاني انا بقول يا بختك يعني انك بتعرفي تعملي كده. يا سيدتي الفضلات احنا لما بنيجي نضحك بنقول خير اللهم اجعله خير. يا بختك. بالظبط. ازاي امرن عقلي على انه اقلل من المشكله دي عن طريق مثلا، هل في حاجه اسمها ان انا اتريق على المشكله فاقلل من حده القلق والتوتر اللي تسببت فيه المشكله دي؟ بصي مش يعني هتريق على المشكله، انا حطها في نصابها السليم والصحيح. لسه انا قايله في نقطه ان الاطفال دايما بتشوف الحاجه بحجمها الحقيقي، الا ان احنا بنختار ان احنا نبالغ، فبالتالي لما بتيجي تشوف المشكله في حجمها الحقيقي اوكي هتبداي ان انت تشوفي ان الوضع تحت السيطره وان انا هفكر في حلول. لكن العكس لما بيحصل وبتبداي ان انت تضخمي المشكله حواليكي، انت الشخص الوحيد اللي بيبقى شايف ان هو مستحيل يخرج بره الدايره اوكي، وممكن اللي حواليكي يبقى شايفين اللي هو يعني انت ليه حساسه زياده عن اللزوم، او انت ليه مديه الموضوع اكبر من حجمه. طب لما بضحك وابدا ان انا اقول لهم يا جماعه تعدي ان شاء الله، يعني احنا محتاجين ان احنا نسيطر على نفسنا عشان ندور على حل مناسب للمشكله، انا هنا ما اقدرش الوم الشخص. وبعدين في فروق فرديه، تلقيك للمشكله غير تلقيه للمشكله. طب الناس الحساسه تعمل ايه؟ الحساسيه ناحيه المشاكل لا، يعني بصي هقول دايما ان ورا حساسيه حتى من اول الاطفال لحد المراهقين لحد احنا يا كبار، حساسيتي ورا كل حاجه ده نتيجه غياب الثقه في حاجات معينه في شخصيتي. فلما حد مثلا انت واثقه في نفسك فجي حد بيتريق على حاجه فيكي فانت رحتي اتاثرتي وخدتيها بحساسيه، فجي حد قال لك يا بنتي انت حساسه كده ليه، ده احنا بنهزر معاكي، لان هو رجع لك نقطه انت مش واثقه فيها في نفسك سواء في شخصيتك ناحيه جسمك، فبالتالي بتبقى حساسيتك بشكل زايد. طبعا انا ببقى لايمه على الناس اللي بتتنمر، بس خلينا نقول ان في عيب اصلا على المتنمر او اللي بيعلق على ديفو او الشخص اللي حساس بزياده. انا طبعا ليا حق ان انا احط حدود نفسيه واقول لا انا ما بحبش الهزار بالطريقه دي، بس ما ابقاش متحسسه لدرجه ان الاخر يلمح ان دي نقطه ضعف فيا، فيبدا بدل المشكله ما بتتعالج خلاص انا كل شويه هاجي اتريق عليكي فيها او هضغط عليكي فيها. تمام. طب شفنا في التقرير ناس يابانيين او صينيين ما اعرفش اسيويين يعني اوكي قاعدين بيضحكوا ويعملوا يضحكوا، هل ده اسمه يوجا الضحك؟ يعني هي بص منتشرة في الفترة الأخيرة تبع الحاجات اللي هي تخص الطاقة وانتشار اليوجا والميديتيشن. طيب بيعملوا إيه يعني إيه؟ زي ما قالوا في التقرير أنت بتمارس الضحك على مدار اليوم دقيقتين بتخصصهم في أن أنت تضحك، سواء يعني أول ما بتصحى من النوم أو قبل ما تنام، قبل ما تنام تخفيفا لتوتر أحداث اليوم عليك اوكي. ويمكن احنا بنحتاج ده اكتر عند الاطفال نتيجه يعني الشحن. يعني احنا بنعالج ده كمصريين ان احنا نتفرج على فيلم كوميدي قبل ما ننام مثلا. بس خلينا نقول على حاجه مهمه قوي، بلاش ان انا انخرط في المسؤوليات الحياتيه عن ان انا اختار الطريق البديل والهروب. يعني في ناس تقول لك انا ممكن اخلص سيزن كامل من مسلسل مثلا كوميدي بيضحك، ايوه حضرتك حليت المشكله؟ لا. طب ايه اللي حصل؟ ما انا عملت لها سكيب، بس المهم ان انا ضحكت وغيرت يعني مودي وخلاص. لا، انا الضحك مش بيمنعني في ان انا اوكي يلا هعمل ريفرشمنت للعقل وابدا ارجع تاني لحل المشكله. طب العلاج هنا فين؟ دقيقتين كفايه قوي ان انا ممكن اشارك حد حديث، يعني حديث مع شخص انا بحبه، ان انا اتفرج على حاجه فعلا كوميديه تغير لي من مودي، لكن زي ما قلت ما انخرطش فيها لدرجه ان انا انسى ان انا عندي مسؤوليه كاب او كزوجه ايا كان. طيب ده انا دوري تجاه غيري، تجاه نفسي. دوري النهارده تجاه غيري، عفوا، لو في عندي ابن مراهق في البيت عنده اكتئاب طول الوقت او منطوي طول الوقت او بيحب يسمع اغاني حزينه افلام رعب الحاجات دي كلها اللي هي المرحله اللي بيمروا بيها، دوري اعمل ايه؟ مش عايز اعرف دوري ايه، او انا يعني ايه اللي انا اعمله اطلعه من مود اكتئاب اللي هو فيه ده وخليه حد اقل شويه من يعني الاكتئاب اللي عنده. دي مرحله يعني كلنا اصلا مرينا بيها، بس صحيح. ازاي اطلع ابني او بنتي من ده؟
اوكي، خلينا نتكلم فيها من ناحيتين، الجزء الخاص بالجوانب الفسيولوجيه، ان بطبيعه الحال الهرمونات بتتغير في الجسم بسبب وجود مرحله المراهقه، الشخصيه بتبدا ان هي تتكون، الحاجات دي كلها. والناحيه الثانيه اللي مطلوب مني ان انا اوفره في حياه المراهق، اوكي، عشان ابدا اخليه يعيش سنه، ما كلفوش فوق طاقته. الجانب الفسيولوجي ان انا بطبيعه الحال زي ما قلت ان دي هرمونات، فما ابداش ان انا اعلق على بنتي او ابني اللي هو يعني خليك انت كده قاعد قلب وشك، خليك ما اعرفش ايه، اصل هي حساسه بالزياده، اصل مثلا وليكن عند البنات المراهقين البريد مثلا قربت، فخليكي قاعده كده، يا اما تحطي وشك في الاكل يا اما ما اعرفش ايه. فخلاص انا هنا هبدا اتصالح مع فكره ان دي امور طبيعيه، ممكن ابني ان انا باضعف الاشياء واقلها ان انا اخرجه من موده طالما انا ماليش سيطره على وجود التغيرات الفسيولوجيه في الجسم. الناحيه الثانيه بلاش ان انا اخلي حياه المراهق، لان المراهقه يعني مرحله اعدادي وثانوي، ودي جزء طبعا عشان احنا قربنا من موسم الامتحانات، بلاش اعمل معسكر امتحانات، هو محتاج ترفيه، محتاج ان هو يخرج مثلا يقابل اصحابه، محتاج ان انا اكمل في التمارين ما اوقفهاش، اي حاجه تطلع الطاقه السلبيه من الجسم، حياته مش طول الوقت مذاكره وبعد كده اتهم وبعد ما يخلص الامتحانات يا ابني مش الامتحانات خلصت، ما مالك قاعد يعني قافل على نفسك ومكتئب كده ليه؟ ما انا كاب وام السبب في وجود الضغط النفسي عليه، ولو لقيت ابني عايز مثلا يقضي وقت بسيط، ماما ممكن اخرج مع اصحابي في الامتحانات؟ ده ينفع؟ لا بالعكس، انا محتاج ان انا اضحك ومحتاج ان انا اغير جو ومحتاج ان انا افصل شويه من المذاكره عشان ابدا ان انا استعيد تاني قوتي ناحيه تقبل اي حاجه في المواد الدراسيه. طب انت بصفتك استشاري نفسي، هل انت بتعالجي بالضحك؟ يعني خلينا نقول ان انا بقلل حجم المشكله، لان انا محتاجه دلوقتي احنا مثلا حد جاي بيتكلم في مشكله تخص اي حاجه في جوانب حياته، اوكي، وبيتكلم فيها بتازم قوي، بمجرد ما بيعرف الاسباب يبدا يهدى ويطمن، تمام، فده بالنسبه له كونه ان هو اتكلم عن المشكله وعمل تفريغ نفسي فبيبدا يتقبل اي حاجه مني، لان انا دايما يعني معروف عني ان انا بحاول ان انا اخرج اي حد من الحاله اللي هو فيها عشان يتقبل مني الكلام بالظبط، لان مش اي حد تقدر تقنعه ان انت السبب في وجود مشاكل تخص حياتك الا بطريقه معينه، اوكي، عشان يبدا يشتغل عليها. لكن فكره ان انا مثلا وليكن حد بيعالج اللي هو انت السبب في كل اللي بيحصل لك في حياتك فابدا اكتئب اكتر واخرج من عندك ابقى عايزه انتحر، دي مشكله كبيره قوي. الناس اللي هم فعلا سبب مشاكلهم وهم مش عارفينه دايما بيلوموا غيرهم. صحيح. بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني انت النهارده لما تجيلك، يعني دايما بنقابل نوع من انا ما قابلتش ولاد كده، انا قابلت بنات كده مثلا، يعني دايما طول الوقت انا ابني مش عارفه عامل ايه وفي دراسته وجوزي عمل فيا ايه واهلي عملوا فيا ايه، لو في السوشيال ميديا ده والشغل، طب اشتغلي، لا مش عايزه اشتغل، طب اعملي مش عارف، لا السوشيال ميديا تلقيح طول الليل والنهار. طيب احنا النهارده ازاي، انت ازاي بتعرفي الشخص ده لا انت لازم يعني فوق، لانك لازم تتخطى حاجه زي كده، لازم تعدي حاجه زي دي؟ اوكي، خلينا نبقى متفقين ان الجزء اللي انت بتتكلمي فيه بيخص جلد الذات والشكوى المستمره، انا اصلا خارج من تربيه خلتني كده طول الوقت. ان انا كاب وام بلغت في تهويل المشاكل حوالين ابني، لو انت مش حاسس باللي انت عملته، يعني في امهات بتقول لي انا بلاقيه شويه ونسي المشكله، يعني المفروض ان هو طول النهار احس ان هو بيأنب في نفسه ليه، وتبدا بقى تحطه تحت ضغط، حس على دمك، اتضايق، انت ما عندكش دم بالظبط. فطول الوقت المحاصره دي بتخليني ان انا براقب كل حاجه في تصرفاتي، اوكي، حتى لو انا مش مخطئ فيها، بل بالعكس انا هجيب السبب عليا انا. فبتجبري كأب او كأم انا طول الوقت شايل الدنيا كلها فوق راسي وبأنبني وبجلد فيا، وانا كان المفروض اعمل كذا، مش يمكن كان المفروض اشترك له في اكتر من كده من التمارين، مش كان المفروض اغير المدرس ده عشان هو مش فاهم منه واروح لمدرسين تانيين. ف انت غصب عنك انت ما بتحسيش انت مشكله، انت بتسعي ورا الكمال والمثاليه، لان انت رافضه ان انت تكوني مقصره في حاجه عشان ما تتهمكيش، وبالتالي تتحطي حوالين اجابات او تساؤلات كتير، هو انا ممكن اكون مقصره؟ هو انا اخطات؟ انا محتاجه ان انا اصحح؟ اوكي، طب والاجابه هنا العلاج هنا ايه؟ ان المشكله مش عندك اصلا، المشكله مش عندك، جانب كبير جدا من الناس اللي بتحب تجلد في نفسها المشكله ما بتكونش عندها، هي لما بتبدا تفكر او بتبدا العقل الواعي بقى هو اللي يسيطر على اللاواعي، فبتبدا تدرك ان في مشاكل حواليها هي ملهاش تدخل فيها. طيب احنا يعني الموضوع ده ما ينفعش نقف عنده كده، يعني احنا لازم نكمله ونتكلم عنه اكتر، عشان كده احنا بعد الموجز راجعين لحضرتك مره ثانيه دكتوره سهام حسن الاخصائي الاسري والنفسي، لكن دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الاهم واخر الانباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا بسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم.
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيم المجيد. وعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تودروس الثاني ولجميع الأخوة الأقباط، ومشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، دعينا الله القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز. كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة لأقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية قداس عيد القيم المجيد في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية. ووجه البابا تودروس الثاني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته لجموع الأقباط بعيد القيم المجيد، معتبرا أن تهنئة الرئيس السيسي لأقباط مصر في بلاد المهجر وفي الداخل هي تهنئة لكل المصريين. إلى القبر وكان الغلس والغلس باقيا بعد. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد في مدينة بانجول عاصمة غامبيا نيابة عن الرئيس السيسي. وخلال كلمته بالقمة أكد شكري إدانة مصر العدوان الإسرائيلي على غزة، وثمن الدور الذي تطلع به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية. وأكد شكري أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة، منوها إلى أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات. أعلنت السلطات الصحية في غزة استشهاد 34,654 فلسطينيا وإصابة 77,908 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي. وذكرت السلطات الصحية في غزة أنه لا يزال هناك الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وفيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. أكد مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة بطلب من الجزائر. هذا وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومجمع ناصر الطبي بخان يونس. أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي ساندي ماكين وجود مجاعة شاملة في شمال قطاع غزة تنتقل نحو الجنوب. وأكدت ماكين أن السكان في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي بعد مرور 7 أشهر من الحرب، مشيرة إلى أن أقوالها تأتي بناء على ما رآها البرنامج على أرض الواقع. وطالبت المسؤولة الأممية بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إطعام أهالي شمال القطاع بطريقة أسرع. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات في جنوب لبنان، وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مدفعيات الاحتلال قصفت بالقذائف بلدة كفر كلا مستهدفة أحد المنازل وكذلك منطقة عين الزرقاء، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية مدينة الخيام وبلدة الظهيرة جنوبا. وكان طيران الاحتلال قد شن غارة استهدفت منزلا خاليا من سكانه في بلدة طير حرفة فدمرته بالكامل. يتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس في زيارة نادرة لفرنسا تستغرق 2 يوم. وخلال الزيارة سيحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إقناع نظيره الصيني بالعمل على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين واستخدام نفوذه على روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا. كما ستتضمن اجتماعات الرئيس الصيني محادثات مشتركة مع ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر لاين.
ختام موجز التاسعة، وهنعود مرة أخرى إلى بسنت ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. وما زال الحديث متواصل مع دكتورة سام حسن الأخصائي الأسري والنفسي، وموضوعنا النهاردة عن اليوم العالمي للضحك، فوائده النفسية، فوائده على القلب، على البشرة، على الصحة العامة. يمكن اتكلمنا عن حاجات كتير يا دكتورة قبل الموجز، ولكن خليني أقول كنا أو بسنت تحديدا طرحت فكرة قصة جلد الذات. يعني في بعض الأسر أو الأهالي عندهم قصة جلد الذات أو بيجلدوا أولادهم أو زوجها مثلا، أو العكس يعني الزوج بيجلد زوجته. يعني كل المشاكل دي زي تأثر على الـ الـ الأسرة، على الأطفال، وإزاي نخرج ده عن طريق، مش هقول الابتسامة، عن طريق نشر البهجة، عن طريق الابتسامة، عن طريق وصولا بقى للضحك بشكل تمام عام. فكرة ان انا بجلد في الاخرين او بجلد في نفسي زي ما قلنا هو بيكون خطأ تربوي من الطفولة، فانا بكبر عليه. اوكي طيب، انا كمربي محتاج، او انا كشخص دلوقتي بالغ واعي عارف واجباته ناحيه نفسه عشان بيسعى للصحه النفسيه، زي ما يعني بنسعى دايما للصحه الجسديه، الصحه النفسيه. انا دلوقتي لمحت فيا خطا، او حد من دايرتي المقربه بيقول لي انا ملاحظ ان انت مثلا بتعمل كذا، فانا هبدا ان انا انتبه ان انا محتاج اشتغل على نفسي. فقصه ان انا اشتغل على نفسي بتريحني وبتريح المحيط اللي حواليا، خصوصا لما زي بالظبط موضوع جلد الذات. انا كمربي دلوقتي انا محتاج ان انا اتخلص او ان انا اتعافى من صدمات الطفوله عشان ابدا ان انا اتخطى واعمل سكيب للموضوع، ان انا مش هربي ولادي على جلد الذات، ما لومهمش على حاجات هم مش مسؤولين عنها. اوكي هختار ان انا اجنب أولادي إن هم يشوفوا الخلافات الأسرية أو الزوجية ما بيني وما بين زوجتي، عشان ما يحسوش إن هو جزء منها. لأن في أمهات حتى بتلوم على أولادها المشاكل اللي بتحصل، ارتحتوا لما بابا زعق لي، أوكي؟ أو مثلا لما المشكلة بتوصل لحد الطلاق، أنتوا السبب في طلاقي. فببدأ أحمل الطفل فوق طاقته أو المراهق حتى إن أنت السبب في المشاكل اللي بتحصل لي في حياتي، فأبدأ طول الوقت بجلد في نفسي وبكسب. يعني النقطة اللي إحنا كنا بنتكلم فيها أنا وبسنت قبل الهوا، إن في شخصيات من اللي بتمارس جلد الذات بتلاقيها طول الوقت شكاية، هي يعني حرام مسكينة عايزة تسعى لفت الانتباه. دول التوكسيك؟ اه بالظبط، ان هي طول الوقت بتدخلك في مشاكلها. اللي انت مثلا لو جيتي وقفتيها كده نقطه تنتبه فيها، حبيبتي هو انت كل حياتك مشاكل؟ ما اكيد في جزء حلو بالظبط، يعني كلميني عنه. فبالتالي انا عشان احمي صحتي النفسيه وابني حدود نفسيه، انا محتاجه ابعد عن مصاصين الطاقه، هي بتمص طاقتك، وطول الوقت هي عايشه في دور الضحيه، فبالتالي انت المنقذ اللي عمال يقول لها على نصايح وبيحاول طول الوقت. ما بيسمعوش للاسف. يعني انا بقى عايزه ارجع تاني لنفس نقطه الضحك هنا بقى، لانه فعلا دايما انا بحاول اتكلم، لان انا اتعلمت ده من صاحبتي، انه انا دايما اشوف المشكله يعني مش هقلل منها، بس في نفس الوقت انا مش هينفع طول الوقت ابقى ما فيش حد ضحيه بالزبط. يعني خليني اقول احنا كلنا نتاجر اللي احنا بنعمله برضو. صحيح. لو وانا دوري كحد كبير ان انا اتخطى اللي مريت بيه وانا صغيره، وانا صغيره فيش حاجه في ايدي اعملها بالزبط. بس وانا كبيره انا لازم اتخطى اللي مريت بيه. فالنهارده ازاي تاني الشخصيه دي تمرن عقلها انه انا لازم ابسط نفسي ازاي، خليني اقول يعني بلاش حتى ضحك او اعدي المشكله دي ازاي، يعني ده بتبقى خطوات صعبه شويه. ابسط نفسي ازاي في الحياه اليوميه. أوكي. يعني ايه الحاجات الروتين اللي يبقى في يومي، فبالتالي انا اخر اليوم كده اقول يا الحمد لله اليوم النهارده كان حلو. صحيح، سلس وسهل. صحيح. طيب انا هاخد من كلامك تصحيح، ممكن يعني اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يفهموا ان انا مش ضحيه، لان انا نتاج كل اللي ترتب من وقت طفولتي. في ناس هتقول لك طب والظروف الخارجيه مالهاش دور؟ لا، في افعال وانا كبيره انا سببها. اوكي بالظبط، وانا متحكمه فيها، انا مش مجبره اكمل في موقف. الظروف الخارجيه هي اللي اجبرتك ان انت تكوني ضحيه. انا الظروف الخارجيه هي بتختبر حاجات كتيره جوايا وبتشاور لي على نقاط ضعفي عشان ابدا ان انا اشتغل عليها، فابدا اتعامل مع الظروف الخارجيه. دكتور انا ما بتكلمش على القدر، يعني انا ما بتكلمش مثلا على واحد حصل له كارثه في حياته، مصيبه. لا لا لا، ثواني، انا بتكلم على المشاكل اللي ممكن تحصل في الشغل. بالظبط. اوكي، حد غلس عليكي وانت في الشارع مثلا. بالزبط. اوكي، انا اللي بختار اتعامل ازاي مع المشاكل. فهمتيني؟ ماشي، دي الظروف الخارجيه صح. وانا شخص قاعد في حالي.
اوكي طيب جه حد مثلا غلس عليا في الشارع او مثلا غلس عليا انا اللي بختار اتعامل مع المشاكل ازاي. يعني هقول لك على حاجه، في ام مثلا ممكن تجي لي في الاستشاره اخر اليوم وحصل لها مشكله ان حد مثلا غلس عليها او كان في عندها بيرنتس ميتنج حصل الصبح الساعه 10 وهي من 10 لحد ما جت لي الساعه 7 وهي يعني مقدره نفسها وقاعده في دي وفي قدر. اوكي طب وبعدين؟ طب ما اتخطى اواجه المشكله واتعامل معاها وبعد كده خلاص بقيت يومي اعيشه. ليه احنا بنختار ان احنا نتعامل مع المشاكل زي ما قلت في اول الحلقه، احنا بنكبر المشكله وبنبدا نضخمها في ان هي بتستمر معانا. طب ايه الروتين اللي ادخله في يومي عشان ابقى حد اسعد او الدنيا عندي سهله؟ اوكي ابدا ان انا ادور على المشاكل اللي موجوده في شخصيتي عشان ابدا اتعامل معاها، فبالتالي هبدا اتعامل مع الظروف الخارجيه بوعي وتفكير افضل، لان انا نتيجه افكاري ومشاعري الخاطئه. اوكي انا ما اعرفش اللي غلس عليا في الشارع وانا هقابله تاني، مش هقابله تاني، فبالتالي المشكله خلصت نقطه من اول السطر. الموقف اللي بعد كده انا اب داخل على اولادي محتاجين ان هم يستمتعوا بوقتهم معايا، حصل لي مشاكل في الشغل، المشاكل هسيبها بره على باب الشقه وادخل اديهم حقوقهم. طب يا سيام انا كده بضغط على نفسي؟ لا انت بتدي لكل حاجه لكل وقتها. مقام مقال بالظبط. المشاكل احلها بره في دايره الشغل، اوكي ممكن افكر فيها مثلا شويه انا وزوجتي تتشارك معايا، لكن مش طول الوقت انا منكد عليا ونكد على اللي حواليا. صحيح. ادور لو كمان. انا مثلا من ضمن الحاجات لو انا مندفع او عصبي اعمل ايه في يومي؟ الاندفاعيه او العصبيه دي محتاجه تمارين، اوكي بس العصبيه النقطه دايما اللي انا بقف عندها وبعد كده بيترتب العلاج. عصبيتك بتبقى على مين؟ على اللي ضامنينهم، على الضعاف. صح. لكن انت مش هتتعصبي على مديرك، مش هتتعصبي على ضابط وقفك مثلا عشان انت كسرتي الاشاره. فالعصبيه هنا ليها حدود، معنى كده ان انت عقلك واعي جدا لمين اللي هتعصب قدام. انت بتعرفي تعملي بالظبط. فمعنى ان انت عرفتي تعملي كنترول في اماكن واماكن تانية لا، يبقى معنى كده ان هنا في حته الضمان. انا ضامن الناس ان هي تتحمل عصبيتي، زي مثلا الراجل بيتعصب على مراته او الام اللي بتعصب على اولادها. ما هي دي فكره الضمان، انا ضامنهم اصل هم هيروحوا فين؟ وبعدين ما هي لازم تتحملني. لا هتتحمل جزء بس مش هتتحمل طول الوقت عصبيتي. فمن هنا انت ممكن تخسر الناس اللي انت ضامنها. فبتيجي نقطه التغيير. اوكي في ادراكين، ادراك ان انا امتى بتعصب وبعرف ان انا اتحكم في اعصابي، والنقطه الثانيه ان انا ممكن اخسر بسبب عصبيتي. ومن هنا بيبدا خطوات العلاج طبعا. طيب نصائح لنشر البهجه بالظبط بقى في المحيط الاسري وفي محيط العمل وفي محيط الزملاء وفي محيط الأصدقاء، كيف يمكن أن ينشر الإنسان البهجة احتفالا باليوم العالمي للضحك؟ يمكن أول حاجة هقول لك عليها، يعني أنا في النص قلت كده مفيش حاجة اسمها خير اللهم اجعله خير، احنا ضحكنا كتير فكده هيتنكد علينا. مفيش حاجة اسمها كده، ده احلى حاجة. مصريين بس ده مثل شائع جدا ومعتقد رهيب محتاجين ننسفه. ماشي. اضحك في أي وقت، مفيش حاجة اسمها أصل الضحك هيسبب مشاكل بعد كده. ده معتقد إن أي حاجة هتحصل بعد موقفنا لما ضحكنا، شفتوا احنا كنا بنضحك من شوية أنا قلت برضو الضحك ده هيبقى وراه مصيبة، لا ننسى في المعتقد ده. رقم اتنين، لو جات لك فرصه ان انت تضحك وانت عندك مشاكل اضحك اضحك، مفيش حد هيقول لك حاجه. اوكي فكره ان انا لا ما هو الضحك من غير سبب، لا يا سيدي اضحك بسبب ومن غير سبب، انت بتخفف من توتر. للاسف للاسف في ناس بتقول كده، يعني ما انا بقول لك كل المعتقدات اللي محتاجه تتنسف عشان ننشر البهجه. لان احنا لو خلصنا من المعتقدات دي حرفيا البهجه هتبدا ان هي تنتشر. اوكي اضحك بسبب وبدون سبب. انا ادرى الناس بظروفي وانا ادرى الناس انا بسيطر على مشاكلي ازاي. اوكي لو انا ضحكت في وسط مشاكل محدش يقول عليا ان انا ما بحسش، لا انا حاسه بس انا محتاجه ان انا هدي نفسي عشان اعرف اسيطر على مشاكلي. اوكي كل واحد مننا بيختار طريقه التعامل مع مشكلته. رقم 4، دايرتي المقربه هي اولى الناس بنشر البهجه. الازواج اللي بيبقوا داخلين قلبين وشهم هم كانوا مقابلين اصحابهم وبيضحكوا سامعين. اول ما يدخل البيت قال له طب انت قلبت وشك ليه، ما انت كنت بتضحك مع اصحابك. لا هو ده مش فيس الجد ولا ده فيس اللي هو المسؤول بقى المضغوط في الحياه. الناس اللي حواليك اقرب في ان انت الضحك دايما بيقربنا من بعض. اوكي الضحك بيخليكي تفتكري ان انت شاركتي لحظات حلوه جميله، تعرفي ان انت تبقى رصيد وقت لما تبقى مضغوط وراجع من الشغل هتحملك، ما انت مش كل يوم داخل لنا بالوش ده. اوكي الضحك رقم 5 طبعا، الضحك مع اولادنا بيقوي الذاكره وبيقوي المناعه عندهم. ان انا كنت قاعد مع اب وام يعني فرفوشين، اوكي مش كل ماضيه بفتكره ان انتوا كنتوا الاثنين منكدين علينا ومنكدين على نفسكم. فخلقوا ذكريات بالضحك علشان تبدا ان هي تنتشر وتعم
بشكل بسيط اوكي بس وطبعا نكتر من المحتوى الكوميدي. عارفه لما بنبقى زعلانين مثلا او دايما حد ايه مر بفركشه يقعد يسمع في 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 عربيته كده اغاني حزن بقى فاهمه يعني لغايه ما في لسته وفي فنانين بالاسم معروفين. والله لا انا كان انا يعني ولو انا عارفه انت عارفه انا ساعات لما ابقى حتى والله مش زعلانه من حاجه بحب اسمع الاغاني دي ازعل نفسي ساعات. فهل النهارده المود ممكن يغيرني من مود لمود؟ يعني لو انا مثلا انا حابه صوت مغني معين بس هو اغانيه حزينه وانا تمام مش زعلانه وسمعته فاتضايق، او العكس لو انا متضايقه وسمعت صوت حد اغنيه كويسه فرفوشه تغير مود بسيط. ان الكلمات اللي في الاغاني دي ده دعم، فانت بتختاري الدعم النفسي الايجابي ولا ايه السلبي اللي هيحبطك؟ انت متخيله لو في حد مريض مرض جسدي وقومتي له الدعم بالنسبه له الصحي السوي طبعًا. هيتغير من حال لحاله. طبعا عشنا ده بتفاصيل كتير ناس امراض مستعصيه، فانا اللي بختار وقت لما بيحصل مشكله عندي في حياتي ان انا اقابلها بحاجه تدخلني جوه الدايره اكتر واتعمق فيها. يعني انا هقول لك على حاجه، امبارح كان في موقف ان احنا في الجيم فالمدربه قالت ايه نغير الفايبس واحنا شغالين، فمره واحده حطت اغاني حزينه. والله انا كنت كويسه، انا فجاه لقيتني انا متضايقه بدون سبب، فبدات انتبه ان الكلمات اللي شغاله حواليا حتى لو انا مش مركزه معاها هي ليها تاثير برضو بطريقه غير مباشره عليكي. لا بس دي جديده من نوعها دي، يعني انت متخيله ميوزك حزينه كلمات سلبيه، فبدات ان المود نفسه بيتغير سواء انت منصته او لا، لان انت حتى بتستمدي طاقتك من الناس اللي حواليك. عشان كده بقول لك ايه، ابعدي عن الناس مصاصين الطاقه اوكي. لان انت لما بتبقي حوالين ناس سلبيه غصب عنك محيطك بيبقى سلبي، فانت بتتاثري، فطول الوقت انا حاسه ان انا مبسوطه بس انا مش عارفه ليه انا عايز اعيط. الحديث عن القصه دي، كان في فيديوهات منتشره عن ستات توانسه بيغنوا مع بعض غنى جماعي اوكي، وكاتسه يعني الفيديو مبهج جدا. أيوة. يعني في حاله من لو قعدت تعيديه 100 مره هتتبسطي. صحيح هو نفس فكره اللي كانت بتقوله باسنت الزومبا. الزومبا من الحاجات اللي بتغير اللي هو جداً. الرقص على المزيكا أوكي. اللي بقى منتشر دلوقتي في اكتر من جيم. ممكن ده يبقى ثيرابي، ممكن ده يبقى جداً. انواع ثيرابي لمشاكل عضويه. صحيح. انت اخدت بالك في التقرير ان الناس اللي هي بتضحك وبتعمل يوجا الضحك بيتحركوا، اي حركه بتطلع الجسم من دايره التخلص من الطاقه السلبيه اوكي، فبالتالي انت مهيئ عقلك ان انت دلوقتي مبسوط، انت بتتحرك، فمعنى كده انت بتحرك كمان الهرمونات المسؤوله عن السعاده، والرياضه من الاسباب القويه جدا اللي بتدخلك في السعاده اوكي. ده هرمون. يا سلام. طبعا يا سلام بقى لما تدخلها مثلا مع ميوزك او مع ناس حواليك بتتشارك نفس اهتماماتك، فبس خلاص شكرا. زي الفيديو بتاع التوانسه اللي كانوا قاعدين بيغنوا اوكي، انت واصحابك قاعدين في مكان وانتوا اخترتوا انتوا تلعبوا لعبه معينه، انا مبسوط وهم مبسوطين، فالمحيط بيسبب لك السعاده، فنختار نكون موجودين مع مين، نختار مين اصحابنا بعنايه مصاصين الطاقه السلبيه دول طول الوقت بيمصوا في طاقتنا حرفيا بيمصوا في طاقتك وبيدوك الطاقه السلبيه، لان انت زي ما قلت لك. بس انت خليني اكمل النقطه دي، لما باخد دور المنقذ غصب عني بخلي اللي قدامي ضحيه، ان هو طول الوقت بيبقى محتاجني، فانا عماله اقدم في نصايح واديله في طاقه وفي دعم، هو ما بيتصلحش، اتجاهل يعني هو ما بيتصلحش. انت ليكي اللي قدامك ده هو عايز نصيحتك ولا هو جاي بيفضفض اوكي؟ يعني يمكن انا في جزء كبير جدا من الاستشاره بقول للام ابدا اتكلم، يعني هي محتاجه وقت بقى لسه بتفضفض ولا ايه؟ في ناس بتختار تقولي انا عايزه حد يسمعني، في ناس لا يلا اوكي ممكن تبداي تتكلمي قولي اعمل ايه. فاحنا مش بنقدم النصايح للي مش عايزها، لان انت بتجبريه يبقى ضحيه. ما اعتقدش ان في حد ممكن يكلمنا في اليوم الاعلامي للضحك احسن من الدكتور بجد. هايله يا دكتور يعني يعني هو واضح جدا ان البهجه والنشر الابتسامة هم العلاج من كل المشاكل النفسية. ده خلاصة اللي قالته الدكتورة سهام النهاردة، ان لو انت بتضحك كتير قلبك هيبقى كويس، وشك هيبقى كويس، صحتك هتبقى كويسة، حرقك للدهون شوف اكتر من كده ايه بقى هيبقى افضل. كل ده علاج لأي مرض نفسي. لو انت عندك اي مشكلة اي اكتئاب هتلاقي على يعني التضاد القصة دي انك تنشر البهجة
وتبقى احد اسبابها. بشكرك يا دكتوره. دكتوره راشد حسن الاخصائي الاسري النفسي، نورتينا وشرفتينا. شكرا يا دكتور. والانشغال اهم حاجه، يومك لازم يبقى فيه كده حاجات انجزتها عشان تبقى في اخر اليوم مرتاح ومبسوط. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معانا. قداسة البابا، خلينا نبدأ لقاءنا ببرقية التهنئة اللي بعت بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفخاماتكم بمناسبة العيد. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما إنسان مجامل ومشارك في كل المناسبات الحقيقة، وطبعا بتبان في مناسبة زي مناسبة عيد القيامة أو في عيد الميلاد. في عيد الميلاد باعتباره في أول السنة بيحضر بنفسه وبيوجه رسالة المحبة والتهنئة من الكاتدرائية لكل المصريين بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد. النهاردة في عيد القيامة أرسل مندوب حضر ويانا الصلاة بالأمس، وكمان أرسل برقية لنا، برقية رقيقة جدا. وحاجة ثالثة كمان أنه أرسل برقية لكل الأقباط المتواجدين في كنائس في دول كثيرة على مستوى العالم، والرسالة بتاعت فخامة الرئيس اتقرت في كل الكنائس، أراها السادة السفراء والسادة القناصلة. والحقيقة المشاعر دي هي اللي بتربط الإنسان بالوطن، وده أمر مفرح وبنصلي إن ربنا يديمه. يعني قداسة البابا، احتفال بالأعياد بيأتي في ظل ظروف صعبة بيمر بيها العالم أجمع ومنها الأوضاع في غزة، إيه الكلمة حضرتك عايز توجهها النهاردة للإخوة الأقباط في فلسطين؟ هو أنا مش عايز أوجه كلمة لحد معين، لكن عايز أقول أولا إن مهم جدا إن احنا نحافظ على سلامة بلادنا، لأن سلامة البلد زي ما احنا شايفين دول كثيرة في العالم الحروب تتنازعها والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار. ده يخلينا دايما ننظر لبلدنا أنها في غاية الأهمية أن احنا نحافظ على سلامها. والله يحفظ مصر، صحيح هي محاطة من كل جهاتها بنزاعات وبحروب ومتاعب وبضيقات وبأزمات ومشكلات، لكن الله يجعل مصر دائما واحد سلام. قداسة البابا، في كلمة حضرتك بالأمس قلت أن هناك أنواع متعددة من القوة، في قوة السلاح، في قوة المال، لكن في قوة أكبر من كل هذه القوة، ويعني أشرت ليها، هي قوة المحبة، قوة المغفرة. الحقيقة أنواع القوة عديدة، والإنسان بيقرأ عنها وبيشوفها وناس بيعيشوها، سواء قوة المال، قوة المنصب، قوة السلاح، قوة البدن، أنواع متعددة من قوة. لكن القوة اللي بيحتاجها الإنسان في الحقيقة هي قوة المغفرة، إن خطية الإنسان أو أتعاب الإنسان على الأرض تجد من يستطيع أن يغفرها، ولا يغفرها إلا الله فقط. ولذلك إحنا كلنا كبشر نحتاج قوة الغفران، ولما بناخدها من الله أستطيع أيضا أن أمارسها مع أخي، مع أي إنسان. وهي قلت ليها وجهان. وجهان. اللي هو التسامح والمغفرة والمصالحة. كل ده ممكن يجعل العالم كله في سلام. أما النزاع ممكن يبقى موجود في الأسرة، موجود في المجتمع، موجود في أي بلد وهكذا. يعني قداسة البابا، أنا دايما بحب أستمع لعظات حضرتك، دايما بيبقى فيها معاني جميلة بتفيد الأسرة، بتفيد المجتمع. وكان في عظتك الأسبوعية يوم الأربعاء تحدثت أن في 5 مفاتيح للمحبة. أيوة. منها مفتاح الهدايا، وده اللي أنا بحبه جدا، التسامح، وايضا مفتاح كل الستات بيحبوا الهدايا. حضرتك اتكلمت عن مفتاح اعطاء الوقت، ازاي مفتاح اعطاء الوقت ممكن يفيد الاسره والمجتمع؟ دي اسمها لغات المحبه، وهي اللغات اللي بتعبر عن المحبه. من ضمنها حضرتك قلتي الهدايا، الخدمات، لكن الحقيقه اعظم هديه ممكن الانسان يقدمها لاخر بيحبه هي الوقت. ليه؟ لأن الوقت عندنا كلنا كبشر محدود، يعني احنا كلنا كبشر بناخد 24 ساعة. صح. الطفل الصغير والراجل الكبير نفس الوقت. ازاي بنستغل ال 24 ساعة؟
لما أم تقعد ويا ابنها نص ساعة يبقى هي بتدي من عمرها نص ساعة بتضيفه لابنها. وميزة عطية الوقت إنها لا تستعوض. يعني النهاردة الحد 5 مايو، لما ينتهي يوم الحد خلاص ما صح. بيتكررش ما الحد اللي جاي هيبقى بتاريخ تاني صح. وهكذا. فتعبير عن الحب من خلال تقديم الوقت ده شيء مهم جدا. والنهاردة عشان الناس كلها مشغولة والموبايل بيسرق الوقت، بنسميه حرام الوقت على الموبايل خالص يعني خالص صح. ده بيبقوا قاعدين بياكلوا على المايدة أيوه. وكل واحد مشغول في الموبايل بتاعه صح. فالوقت ده أثمن شيء، والمفترض ان كل اب وام ما يحرموش ابنهم وبنتهم من انهم يديهم من وقتهم أيوة. شيء مهم جدا، وعلى قدر، مش مجرد اوفر لهم حاجات واجيب لهم هدايا وافسحهم، لا، الوقت الاعاد، المناقشه، الحوار. قداسة البابا يعني بيأتي الأعياد هذا العام والتي تتواكب مع الذكرى 42 لعودة سينا الحبيبة إلى أرض الوطن، وحضرتك حرصت أنت توجه كلمة لفخامة رئيس السيسي لقواتنا المسلحة في هذه المناسبة. طبعا هي مناسبة عزيزة لأنها استكملنا بها عودة سينا بعد حرب أكتوبر سنة 73، وبعد مفاوضات كثيرة، وبعد ما وصلت لغاية طابة، وفضلت طابة دي قضية ودخلت المحكمة الدولية وابتدى فيها ترافع، وبعدين كسبنا القضية فيها واستردينا أرض مصر كلها في سينا. والحقيقة زي ما بيقولوا سينا أرض الفيروز، هي فعلا زي الفيروز، هي أرض غالية جدا وتاريخها عظيم، واللي يقرأ في جغرافيتها وفي تاريخها يعرف أنها كنز كبير جدا عند مصر. وعشان كده احنا بنفرح بالعيد ده يوم 25 ابريل كل سنه. طيب لا يمكن يكون معانا لقاء النهارده من غير ما نهني ونبارك لحضرتك بحصولك على الدكتوراه الفخريه من تحت قبه جامعه الدول العربيه من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. دي ثالث دكتوراه فخريه حضرتك تحصل عليها. حضرتك حصلت على دكتوراه من المجر ومن جامعه بني سويف. لكن حضرتك قلت ان يعني الدكتوراه من جامعه الدول العربيه بيت العرب يعني ليها معنى وليها مذاق مختلف. هي طبعا الدكتوراه الفخرية نوع من التقدير والاعتزاز، وبتمنح من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني نظرا لجهود حضرتك في خدمة الإنسانية وإرساء معاني السلام، احنا اولا واخيرا خدام، خدام على أرض مصر لأي إنسان، وكانت فرصة حلوة أنها مش تمنح في مقر الأكاديمية، تمنح في مقر الجامعة العربية وبحضور السيد الأمين العام الجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، وجامع كبير ومندوبين لدول، والحقيقة كان يوم جميل خالص. وحضرتك حريص أنت توجه كلمة لكل الدول العربية، يعني بيقول أن لينا دور، يعني حتى حضرتك أكدت على دور الإعلام، قلت الإعلام أصبح لي دور هام وحاوي في مختلف شعوب العالم. شيء طبيعي، الإعلام ده هو اللي مسيطر دلوقتي، ده أحيانا بيسموا الإعلام الإله الثاني. يعني الإله الأول في السماء، وبعدين الإعلام من كتر سيطرته على العالم سموه الإله الثاني، السكند جاد. لكن في نفس الوقت كل ما كان الإعلام إعلام إيجابي ويبني ويربي، كل ما يكون إعلام ناجح، لأن هو وسيلة، مش إعلام بيدمر أو إعلام بيعلم عادات غير طيبة أو بيظهر مظاهر سلبية في المجتمع، شيء مهم خالص. يعني من ضمن اهتمام حضرتك بالإعلام يعني والإنتاج السينمائي، كان ليك تعليق على فيلم السرب اللي تناول استشهاد عدد من الإخوة الأقباط في ليبيا، وإزاي مصر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقتها رجع حقنا، في يعني ما انتظرش في وقتها رجع الحق. كان يوم الحقيقة يوم جميل قوي، يوم 15 فبراير سنة 15. اليوم ده اللي جت أخبار استشهاد أبنائنا في ليبيا، طبعا مصريين وأقباط، واستشهدوا على خلفيتهم الوطنية وخلفيتهم الدينية. واتعرض فيديو لكل العالم، وكان منظر مؤلم للغاية، ومنظر يعبر عن مدى العنف اللي موجود، والعنف والإرهاب طبعا. وفي نفس الوقت كان موقف جديد لنا لأنه تم خارج أرض مصر. تاني يوم
فوجئت بان الرئاسه، رئاسه الجمهوريه، السيد الرئيس جاي عزينا. فانا عارف انه جاي عزينا شيء طبيعي، عندنا مصاب وزي ما بنعمل كلنا كمصريين. لكن الحقيقه هو قال عباره جميله وانا فاكرها تماما، قال انا ما رضيتش اجي عزي الا ما خدنا طارنا، طار ولادنا. فالعباره دي كانت مؤثره قوي، كناش نعرف تفاصيل. الفيلم بقى كشف هذه التفاصيل، فيلم السرب. وبيسجل صفحه مهمه جدا في تاريخ مصر. ويعني انا بشكر القوات المسلحه اللي اهتمت بان يتقدم فيلم بالصوره دهيت، ويسجل يسجل بطوله شباب مصري وبطوله قوات مصريه في نفس الوقت. وده حاجة جميلة جدا وهتحكي بها الأجيال فيما بعد إن شاء الله. قدست البابا، يعني كل سنة حضرتك طيب، كل سنة والإخوة الأقباط بكل خير وسعادة. في الختام، إيه الكلمة اللي حضرتك بتحب تطبطب بيها على قلوب من لديهم آلام، من لديهم أحزان؟ دايما أنا بحب أسألك السؤال ده، لأن يعني ما فيش حد بيسلم، كل واحد عنده وجع بطريقة معينة. إيه الكلمة اللي عايز تطبطب بيها على الآلام والأوجاع؟ إن دايما يوجد رجاء، يوجد أمل. الله بيعطينا كل يوم شمس جديدة. ولو أنا كنت في مشكلة أو في ضيقة أو في وجع زي ما حضرتك بتذكري، أو ألم، أو على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، يعني الإنسان لازم يعرف أن في أمل وفي مستقبل وفي نهار جديد، وكل شيء لكل شيء تحت السماء وقت، والله يدبر كل شيء. عشان كده الرجاء، كل واحد عنده ألم أو ضيقة، امسك برجائك وبإيمانك، وبإذن الله ومشيئة الله الأمور تتحل وتبقى في خير وسلام. خلينا نختم برضو، أغابي 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 يعني محبة، محبة باللغة اليونانية. أيوة. كلمة محبة في اللغة اليونانية 20 فعل. إحنا عندنا بنقول كأنا بحب البرتقال، بحب المكان ده، بحب الشخص ده، مش كده؟ لكن في اللغة اليونانية في 20 مفرد بتقول كلمة أحب. كويس؟ أرقاهم كلمة أغابي. ودي بسميها المحبة الروحية، اللي هي المحبة اللي يقدمها إنسان لآخر دون أن ينتظر مقابل. في مثلا فيلادلفيا أو الفيلو، الفيلو دي اللي هي المحبة الاجتماعية، أنا بحب مدرستي. وفي الإيروس دي المحبة الشهوانية. أيوة. في نوعيات كثيرة من المحبة، فأغابي محبة. في أصعب محبة اللي ورد في الكتاب المقدس، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. بالنسبة لي دي أصعب نوع من أنواع المحبة. يا قدس البابا، إزاي الواحد يحب حد يعني أساء إليه أو يعني جرحه بطريقة ما؟ لما الإنسان يتذكر دايما محبة الله له وستره، وإنه لولا ستر الله ولولا محبة الله الإنسان ما كانش يعرف يعيش. عشان كده لما بتذكر محبة الله، يبقى علي أنا اللي الله خلقني إن أنا أحب كل الآخرين حتى لو كان إنسان وحش. وخدي بالك، يوجد أمل دايما عند كل إنسان إن ممكن يتغير. نسمع عن ناس كانوا عايشين وحش وحياتهم اتعدلت وبقت زي الفل. من الحاجات المهمة جداً وممكن أي إنسان فينا يجربها، أنه يصلي من أجل الإنسان اللي المؤلم بالنسبة له. يعني سين من الناس بيتعبني في شغلي، في حياتي، في بيتي، في عملي، أن أنا وأنا بصلي في صلواتي الخاصة أصلي من أجله. لما أصلي من أجله، وصلوا من أجل الذين يسيئون إليكم، الصلاة دي هتغير. قدس البابا، بتعلم من حضرتك كتير، كل مرة بتعلم حاجة، وفي كل عايزة بتعلم حاجة. كل سنة حضرتك طيب، كل سنة حضرتك وسطنا ومعانا، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل الإخوة الأقباط. يعني أعزائي المشاهدين، كان هذا هو لقاءنا مع قدس البابا توادرس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقسية، حيث يتواصل توافد المهنئين هنا إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. أطفال وكبار، الكل جاء للاحتفال مع قدس البابا بالعيد. كل سنة ومصر كلها بخير، كل سنة والإخوة الأقباط بخير. إليكم زملائي مرة أخرى في الاستوديو. شكرا ليكي. ده كان لقاء مع زميلتنا لمياء موافي مع قداسة البابا توادرس. طبعا ادانا عظة مهمة جدا عن تقضية الوقت مع العيلة وأهمية ان احنا نقضي وقت مع العيلة. وبنبارك طبعا لقداسة البابا على الدكتوراه الفخرية التالتة، وإشادته بالإعلام الإيجابي اللي المفروض يظهر المجتمع بمظاهر حسنة مش سلبية، وأشاد كمان بفيلم السرب وأكيد بقواتنا الجوية. ويمكن أنهى كلمته معنا بأنه دائما يوجد رجاء
ودائما يوجد امل وكل يوم في شمس جديده، ونصلي من اجل من اساء الينا. كل الشكر ليكي مره ثانيه يا لمياء، وكل سنه وكل اخواتنا الاقباط بالف خير وبسلام، وكل سنه والمصريين بخير دايما. خلينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره، خليكم متابعين. في الحقيقة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حصل فيه تطور كبير جدا في السنوات الماضية، وده ساهم في تقدم مصر في التصنيفات الدولية الخاصة بالرقمنة، وأيضا توفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار في قطاع التكنولوجيا اللي بيعتبر من أهم القطاعات اللي بتقود معدلات النمو في اقتصادنا الحالي. خلينا نشوف التقرير اللي بيرصد ملامح هذا الأمر. مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي السنين اللي فاتت، وده بدعم حكومي متواصل. الدعم ده ساهم في تقدم مصر في التصنيفات الدولية وتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات تماشياً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التحول الرقمي. وجاء افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية P1 بطريق العين السخنة كحافز جديد لهذه الإنجازات نحو التحول الرقمي وتدشين مصر الرقمية برؤية وخطة شاملة وبمثابة حجر الأساس لتحويل مصر لمجتمع رقمي متكامل. واعتمدت الحكومة المصرية مشروعات واستراتيجيات كتيرة لتحقيق التطوير ده، كان أبرزها في 2022 عندما أطلق الرئيس السيسي منصة مصر الرقمية اللي بتضم 130 خدمة حكومية مختلفة. والنهاردة الخدمة دي بقى عليها 170 خدمة بيسجل عليها أكتر من 8 مليون مواطن تقدموا ب 45 مليون طلب بالتعاون مع الوزارات والجهات مقدمة هذه الخدمات. وفي عام 2023 حصلت مصر وفق بيانات وزارة الاتصالات على جائزة التميز الحكومي العالمية في التحول الحكومي الرقمي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء الحرص على تهيئة وخلق البيئة الرقمية للعاصمة الإدارية الجديدة بدءاً من البنية التحتية مروراً بالأنظمة والتطبيقات اللي بيستخدمها الموظف لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية. وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السنين اللي فاتت نمو بنسبة تجاوزت 16%، وده بيعد أعلى قطاعات الدولة نمو. ووصل معدل نمو الصادرات الرقمية ل 26% في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، كما بلغ معدل نمو صادرات خدمات التعهيد 54% في عام واحد. بينما حقق القطاع إيرادات في العام المالي 2022-2023 بلغت 315 مليار جنيه بنسبة نمو حوالي 75%. وبتركز الحكومة في خططها على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة طبعا عيد الربيع، شم النسيم اللي دايما ليه طقوس كده خاصة، سواء لما بنجمع بعض كلنا كعيلة ونقعد نلون كده على، يمكن بنرسم رسومات أو يمكن على البيض، في أكل كتير كمان مرتبط بشم النسيم زي الفسيخ والرنجة والملوحة اللي لازم نقعد على سفرة شم النسيم في اليوم ده ونقعد كلنا ناكل الأكلة دي، كمان في الخروجات والفسح اللي بيتميز بيها عيد الربيع. خلونا نشوف خطة بقى التأمين الطبي اللي عملتها وزارة الصحة خلال احتفال المصريين بعيد ربيع شم النسيم. المصريين بكرة الاثنين هيحتفلوا بعيد شم النسيم، وأجهزة الدولة كلها بتستعد للاحتفال ده لأنه شم النسيم السنة دي جه بعد انتهاء شهر رمضان. علشان كده وزارة الصحة عملت خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين، وتم توجيه كافة القطاعات والهيئات ومديريات الشؤون الطبية برفع درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم الخدمة الطبية بصورة آمنة وعاجلة. محاور الخطة الوقائية بتتمثل في التأكد من توافر مصل البوتيوليزم الخاص بحالات التسمم الغذائي وتوفير الطعوم الكبدية، ده غير إن الوزارة حريصة على توافر مخزون آمن من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية وعلى مستوى مديريات الشؤون الصحية والإدارات الصحية بالمحافظات. كمان الوزارة وفرت الخدمات الوقائية بمنافذ الحجر الصحي في الموانئ البرية والبحرية والجوية للمسافرين والقادمين من الخارج،
ده غير استقبال عينات من الأغذية والمياه والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كمان الخطة شملت رفع درجة الاستعداد بغرفة الطوارئ الوقائية بالوزارة وكافة المديريات ومتابعة البلاغات الواردة على مدار الـ 24 ساعة. ده غير سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة. الوزارة كمان نسقت مع المستشفيات العامة والمركزية ومراكز السموم للتعامل المبكر مع أي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي أو النزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها، وأيضاً تشكيل فرق الدعم السريع على مستوى المحافظات، وكمان لسرعة إعداد التقارير لمتابعة سير عمل خطة التأمين الطبي. الخطة الإسعافية شملت تواجد سيارات الإسعاف بأماكن الزحام والتجمعات طوال الـ 24 ساعة، مع التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية. كل سنة وانتم طيبين. بطبيعة الحال وزارة الصحة دايما بتحذر يوم شم النسيم بعدم أكل الفسيخ، وبتؤكد أنه أكلة ضارة. بنحط تحت الجملة دي 30 أرجوكم بلاش خط. يعني بيض لونوه ماشي، رنجة ماشي، ملوحة بترفع الضغط بس ماشي، يعني لكن الفسيخ غلط. يعني صح ولا انا غلطان؟ انا ما بحبوش كده كده، فالحمد لله. بغض النظر هو بتقول ان هو يعني ملوث بكتيريا، وان طريقه تفسيخه او اعداده اللي هو بيسمى بالفسيخ هي طريقه بتقوم على نشر البكتيريا. فوزاره الصحه بتؤكد انه اكله سامه. على اي حال بنذكر حضراتكم كل سنه وانتم طيبين، عيد شم نسيم سعيد، يا رب نشوف كل الاسر بصحه وسعاده، نشوف جناينا في بر مصر في صعيدها وفي وجاها البحري مليئة بالناس المبسوطة واللي بتخرج تحتفل بهذا العيد. إن شاء الله بكرة حلقة جديدة نصبح فيها على مصر ونحتفل بها أيضا بعيد شم النسيم. نشوف حضراتكم إن شاء الله بكرة في نفس الميعاد. بنصبح عليكم وصباح الخير يا مصر.